بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله نسجل المحاضرة دينتال واكس. طبعا نشكر بالبداية نشكر الطالب أمير كريم المرحلة الثانية اللي حضر معنا حتى تصير المحاضرة تفاعلية. نتوكل على الله. وأمير، بالنسبة للأمير، أي سؤال عندك حاول تقلبيه حتى بالنيابة عن الطلاب حتى تكون المحاضرة تفاعلية. دينتال واكسز أباريتي أوف ناتشرال واكسز. قبل كل شيء قلت لكم انه بالمحاضرات السابقه اي باترن بطب الاسنان، اسنان سواء دنشر او فتشي او كراون اندبرج، اول ما نبدي نصنعه اول شيء من واكس مانيبيليشن نسوي له، بعدين نحوله الى متل او كراون او بورسلين او الماده اللي او اكريليك الماده اللي نستخدمها بالابلاينسز. فاليوم محاضرتنا على الدنتال واكسز. دنتال واكسز يشمل كل الواكس، انواع الواكس اللي نستخدمها بطب الاسنان. Variety of natural waxes, androzen, has been used in dentistry for a specific and well-defined application. Waxes are thermoplastic, يعني يتغير شكله حسب الحرارة. Materials which are solid at room temperature but melt without decomposition to form mobile liquid. من يصير بيه انصهار الذرات ما راح يصير بيها decomposition، يعني بحيث من ترجع الحرارة تبرد من جديد راح يرجع نفس الشكل الأصلي. They consist of two or more components. During construction of denture and many other appliances, wax is used for modeling materials. Different type of waxes are used to prepare pattern for alloy casting. إن شاء الله نأخذهم بالتفصيل بعد شوية أثناء المحاضرة. Dental waxes component. هذا الواكس اللي نستخدمه بطب الأسنان متكون من اول شيء ناتشرال واكسز، واكس الطبيعي، والنوع المكون الثاني هو سينثيتك واكسز، ويضيفوا له اضافات حتى يغيرون الصفات الكيميائيه مالته، اديتيفز اللي يضيفوا له اويل حتى يغير الفلويديتي، يضيفوا له كلر، يضيفوا له فات، يضيفوا له ناتشرال رزن اند سينثيتك رزن. General properties of dental waxes. أبسط أنواع الواكس اللي قاعد تشوفوها نفس هاي الشمعات الطبي اللي يستخدموها ببيوتنا القديمة قبل لا تشيك كهرباء، نفس الفكرة من عيدها، من يصير بيها melting وبعدها ترجعها لدرجة الحرارة خليها باردة راح يصير بيها شنو، يرجع نفس الشكل الأصلي اللي هي solid without decomposition of the atoms. General properties of dental waxes. Waxes have a number of important properties in relation to their dental uses. Different uses require different properties. Waxes for pattern probably require most careful balance. Some of important properties are. راح ناخذ ان شاء الله some of important properties. صفات العامة للواكس. اول شيء راح ناخذ melting range. امير حبيبي اذا عندك سؤال قل لي حتى بالنيابة عن الطلاب. اوكي ان شاء الله؟ اوكي. نعم. فسراح ناخذ important properties of dental waxes. أول properties اللي هي melting range. الواكس ما عنده melting point، يعني ما عنده درجة انصهار محددة، وإنما range معين. ما بي درجة انصهار محددة. Wax has melting range rather than melting point. طبعاً بالمناسبة الطالب اللي انضم لنا ما اعرفه نرحب به، واللي احنا قاعد موضوعنا اليوم على الدنتال واكسز، يعني اي واكس نستخدمه بطب الاسنان حتى نصنع باترن نسوي به الابلاينسز اللي نريدها. ميكسينج اوف واكسز ماي تشينج ذير ميلتينج رينج. ميلتينج رينج فاريز ديبندنت اون اتس يوزز. ان شاء الله راح ناخذهم بالتفصيل كل وحده وشنو مواصفاتها. البروبرتيز الثانيه، السكند بروبرتيز، هو ثيرمال اكسبانشن. اي ماده بالطبيعه خاصه من يصير بها ميكانيكال بروبرتيز ويك راح يصير بها اكسبانشن وكونتراكشن نفس الوقت، اكسبانشن تكبر وتصغر. واكسز اكسباند وين سبجكتد تو ارايز ان تمبرتشر اند كونتراكت از ذا تمبرتشر از ديكريز، بحيث انه انت كطبيب اسنان من تشتغل ويا ابو مختبر لازم انت تصير اعلى من عده معلومات، فانت لازم تكون شنو توصيه انه هذا من اصنع الموديل او اصنع الباترن مات الواكس يكون نفس درجه حراره الماوث او اعلى من عده او اقل من عده بشويه، مو عالي او اقل، بعدين يصير بها كونتراكشن او اكسبانشن.
Dental wax coefficient of thermal expansion and its importance. Dental waxes and their components has the largest coefficient of thermal expansion among the materials used in restorative dentistry. Temperature changes in the wax pattern after removal from the mouth can produce inaccuracies in the finished restoration. تغير الحرارة سواء ارتفعت أو قلت راح تأثرنا على شنو accuracy of wax pattern، بحيث إنه هذا الوقت صناعته الباترن النموذج صناعته الأبلاينس صناعته راح يطلع يا أما أكبر يا أما أصغر. ليش؟ لأنه المعامل التمدد الطولي للواكس عالي، فيصير بيها expansion ويصير بيها contraction، بحيث إنه لازم المفروض أنت كطبيب أسنان من تشتغل واكس باترن يكون نفس درجة حرارة الموث حتى ما يصير بيها expansion أو contraction. ميكانيكال بروبرتيز، ايش تتصورون يعني ميكانيكال بروبرتيز اوف دنتال واكس؟ هو واكس دائما ميكانيكال بروبرتيز از ويك، الاستيك مودولس، بروبورشنال ليميت، اند كومبرسيف سترينث اوف ذا واكس ار لو، يعني في شيء طبيعي كومبيرد تو اذر دنتال ماتيريال. ذيس بروبرتيز ار سترونجلي ديبندنت اون ذا تمبرتشر. هذه البروبرتيز تعتمد على التمبرتشر. حتى اقرب لكم الفكره انه هذا الواكس كل ما حراره مرتفعه راح يصير بيه سوء لعاليه، فما بيه سترينث، ما بيه ميكانيكال بروبرتيز. اقصى ما يمكن يكون بيه سترينث وين؟ من يصير الحراره يكون بارد في جو بارد، من يصير بيها شنو؟ من الواكس يتجمد. اقصى ما يمكن انه يصير ميكانيكال بروبرتيز. As the temperature decreases the properties is improved، من تنخفض الحراره ترتفع الصفات الميكانيكيه ولو في شيء بسيط. هسه لحد الان قاعد ناخذ بس الصفات الميكانيكيه، الصفات العامه للواكس. ان شاء الله باثناء المحاضره راح تشوفون انه شنو استخدامات الواكس. محاضره كلش مهمه. بعد flowability of the wax. Flow is an important properties. اخذنا بالمحاضره الاولى قلت لكم انه تغير شكل الماده السائله flowability، تغير شكل الماده الصلبه شو سميناها كريب اللي بالامالجم اللي اخذناها. فابسط مثال على الفلو اوف ذا ماتيريالز هو بالدنتال واكس او واكس بصورة عامة. The flow is an important properties especially in inlay waxes when melting. طبعا inlay هسه ناخذ ان شاء الله شنو مع تعريف الانلاي، ناخذها بعد بالتفصيل ان شاء الله. When melted the wax should flow readily into the part of the dye. The flow is dependent on the شنو؟ هذا flowability of the material. على من تعتمد؟ تعتمد على temperature of the wax، نفس العوامل اللي اخذناها بالمحاضره الاولى. force applied and the length of the time of the force applied. flowability increases as the melting point of the wax is approached. سيولة هذا الواكس تزداد وين من اوصل درجه انصهار او melting شنو بالعربي ما اعرفها، او انصهار او ذوبان هاي الماده او الواكس. بس الجوال ستريس ملاحظة كلش مهمة كأطباء أسنان إن شاء الله تتجاوزوها، تتجاوزون هذا الخطأ مستقبلا. بعض أصحاب المختبرات تكنيشنز شو يسوون؟ من يصنعون لك واكس موديل واكس باترن كمثال، إنه هنا أسوي لي حشوة هاي الريستوريشن، إذا أدخليها مباشرة فوق هذا السن أسميه شنو؟ أسميها شنو؟ دايركت ريستوريشن. بعض الأحيان إنه أنا ما أصنع دايركت ريستوريشن، أصنع هذه الحشوة على 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 كراون، على كاست، على كاست قصدي سوري على كاست، وبعدها انقلها للسن. يصحون لها indirect restoration، يصحون لها يا اما انلي يا اما اونلي يا اما كراون، نشوفها ان شاء الله بالتفصيل. فملاحظه كلش مهمه نكملها على الفيديو اللي بعده حتى لا يصير قطع بالموضوع. نعم فرسجي وستريس كاطباء اسنان هذه ملاحظه كلش مهمه. شنو؟ انه هذا الواكس من اريد ان انا اسوي له كومبرس، اضغطه ضغط قوي داخل هذا الكافيتي اللي صنعته داخل السن، اضغطها بحيث قوه، يعني مو على سيوله الماده، مو على سيوله هاي الماده، اضغطها على شلون اللي استخدمنا الامالجم كوندنسر، اضغطها ضغط قوي. فكل ماده تصور كانه اسفنج او فلينه، من اضغطها ضغط قوي واجمدها بالفريزر كمثال مالت الثلاجه او المجمده، ايش راح يصير؟ هذا الانترنال ستريس الضغط اللي داخل الماده مو راح يتجمد، يعني هاي الفلين او الواكس او الاسفنجه او اي شيء انا ضغطتها وجمدتها، مو صار ضغط داخلي داخل هاي الماده،
فبعض احيانا المختبرات شو يسوون؟ يصنعون هذا الانلي او الاونلي تحت ضغط قوي على هذا السن على الكاست. بعدها من يصير لك اكسبانشن كمثال ارتفعت درجه الحراره لاي سبب كان، من يصير لك اكسبانشن راح يصير لك اكسبانشن مرتين. اولا الاكسبانشن اللي معتمد على الحراره بصوره عامه، اللي يعتمد على الحراره يعني اي ماده من تعرضها للحراره راح يصير فيها اكسبانشن. الاكسبانشن الثاني اللي قاعد يصير هو شلون قاعد يتحرر الضغط الداخلي لهاي الماده. هذا الضغط الداخلي اللي هو كان متقيد ريستريكتد، ليش؟ لانه هاي الماده كانت متجمده تحت تاثير البروده، مثلا تحت تاثير البروده انا ضغطتها حيل وجمدتها، راح شو يصير؟ تتجمد وريستريكتد تحت تاثير البروده. من اواخر هذا العامل راح شنو يصير بها اكسبانشن مرتين. اول شيء اكسبانشن بصوره عامه اللي يصير بالحراره، والاكسبانشن الثاني اللي يصير تحت تاثير ريليزنج اوف ذا انترنال بريشر، يعني الضغط الداخلي قاعد يتحرر. اوضح لكم مثال بسيط ان شاء الله كلكم بالبوت شايفين معجون الاسنان، من اضغطه وداخل تتقص قسم قليل من المعجون. بعد شو اسوي؟ افرج اسناني مثلا، الاحظ انه انا اذا ما كملت، اذا ما سديت العلبه، الاحظ انه هاي العلبه المعجون الاسنان يطلع من عندها في جزء بسيط من البيست، توث بيست يطلع في جزء بسيط من عندها. ليش؟ لانه ضغط داخلي، صار ضغط داخلي، فهذا الضغط الداخلي يتحرر. فالمفروض انه انت من تصنع انلي، يعني انلي او اونلي، يعني معناته حشوه اندايركت ريستوريشن على هذا السن، اندايركت شلون ناخذها بعد شويه، اندايركت ريستوريشن حشوه غير مباشره على هذا السن، انا ما اصنعها تحت تاثير ضغط قوي، ما اصنعها تحت كومبرشن اضغطها ضغط قوي هذا الواكس، وانما اخليه على سيولته. فالصفه البروبرتيز، فورث بروبرتيز اوف دنتال واكس اللي هو ريسيدوال ستريس. ريسيدوال ستريس مي بي كومبرست كومبرسيف اور تنسايل ان نيتشر. وان ذا سبيسيمين، هذا ملخص الكلام اللي قلت قبل شويه، وان ذا سبيسيمين از هيلد اندر كومبرشن ضغط قوي ديورينج كولينج the atoms and molecules are forced closer together. مثل سفنجة ضغطتها حيل وجمدتها. After the specimen is cooled to room temperature when ترتفع الحرارة درجة حرارة الغرفة and the load is removed ووخر الضغط the motion of the molecules is restricted. This restriction can is residual stress. هذا يسحوله hidden stress in the specimen. When the specimen is heated من أخلي حرارة مرتفعة أسخن هاي المادة. When the residual stress, hidden stress in the specimen. When the specimen is heated, release of the residual stress is added to the normal thermal expansion. من أسخن هاي المادة راح يصير عندي اثنين expansion. Thermal expansion اللي هي أي مادة عرضها للحرارة راح يصير بها expansion. والexpansion الثاني اللي هو شنو؟ internal أو residual stress. And total expansion is greater than normal. كلها هاي المشكلة كان سببها انه هذا الواكس اللي سويته على هذا السن خليته تحت تاثير ضغط قوي، انا ما اريد تحت تاثير ضغط قوي، وانما حسب السيوله مالت الواكس. البروبرتيز اللي بعدها هو الدكتلتي. شنو الدكتلتي؟ اذا تذكروا اخذناها بالمحاضره الاولى او الثانيه، هو شنو؟ بلاستيك تشينج. احنا ممكن قلنا الماده يصير بها الاستيك ديفورميشن ويصير بها بلاستيك ديفورميشن، يعني بلاستيك يعني يتغير شكلها وما يرجع الشكل الاصلي. اذا يرجع الشكل الاصلي سميناه اللاستيك، اذا ما يرجع الشكل الاصلي نسميه بلاستيك ديفورميشن. بلاستيك، فابسط مثال على الصفات اللي تحتوي على بلاستيك ديفورميشن سميناها دكتلتي، اللي خدناها ابسط شيء خدناه بالذهب، يتغير شكله على شكل خيوط وبعدها ما ينقطع. الدكتلتي لايك فلو، الدكتلتي انكريزز از ذا تمبرتشر اوف ذا واكس از انكريزد. يعني ابسط مثال اذا تعرفون قصدي، انه هاي الشمعه اللي نستخدمها بالاضاءه، هاي شمعات الواكس بالاعياد الميلاد او فد شيء، تلاحظون انه من تجر الشمعه هاي يتغير شكلها، يصير على شكل بلاستيك ديفورميشن قبل لا تنقطع او قبل لا تنكسر هاي الماده، سميناها دكتلتي. طبعا كلش تفيدنا هاي البروبرتيز من اصنع واكس باترن، يعني من اصنع النموذج اللي اصنع من عنده السن او اصنع من عنده الابلاينسز. ان جنرال واكسز وذ لو ميلتينج بوينت have greater ductility than those with high melting point. كل ما الواكس يحتوي على low melting point يعني درجة انصهار أو معدل انصهار قليل راح يصير بيه ductility عالية، يعني في الشيء واضح، يعني كل ما المادة ما بيها درجة انصهار قليلة، يعني عالي درجة انصهار
عالية ما بيها دكتلتي ما أقدر أتحكم بيها. إن شاء الله من ناخذ التفاصيل البقية صير عندكم صورة واضحة. دكتلتي هو تغير شنو بلاستيك ديفورميشن قبل لا المادة تنكسر أو الخيط ينقطع. فالواكس كل ما درجة انصهاره قليلة بدكتلتي عالية يعني بحيث أتحكم بيه بكيفي أغير شكله بكيفي قبل أن تنكسر المادة. احنا موضوعنا اليوم كله يخص انه شلون اني اصنع الواكس باترن، يعني شلون اصنع النموذج اللي مستقبلا انا احوله الى كراون او حشوه او احوله سوري على حشوه اندايركت او احوله الى ابلاينسز يعني دينجر افر شيء او اورثودونتك ابلاينسز. هسه ايدل بروبرتيز اوف اللي كاستنج واكس صوره عامه، شنو الصفات المهمه اللي انا اللي احتاجها بالواكس حتى اقول انه هذا الواكس يرهم اصنع من عنده واكس باترن بصوره عامه. يعني فشي كلش واضح، انتم كاطباء اسنان هسه تفكرون في شيء معين، يمكن كل النقاط اللي احكيها هسه انا كلها في شيء اشياء بديهيه. وان ذا سوفتن ذا واكس شود بي يونيفورم، من هذا الواكس اموعه لازم يصير يونيفورم، يعني مو منطقه بها في شيء قوي مثل شغلات العجين اللي المصنوعه من الطحين، لازم يكون كله متجانس. That there should be no grayness or hard spot in the plastic material. يعني ماكو مناطق بيها حبيبات ما ممزوجة ويا بقية البيست. بعد the color should be contrast with the dye. هذا الموضوع خذناه بالمحاضرة الستون. قلت لكم لازم أنا من أجيب الواكس أو من أجيب الستون لازم يكون شنو الألوان مالته مختلفة. يعني مثلا الكاست اللي صنعته انا من ستون او من بلاستر اخلي لونه ابيض او اصفر. الواكس اللي اصنع من عنده الواكس باترن، الواكس اللي استخدمه اللي انحت به السن او انحت به اي شيء استخدمه طب الاسنان كراون او ابلاينسز، المفروض يصير لونه يختلف، لونه يختلف عن البقيه حتى انا اعرف حدود هذا السن او اعرف حدود هذا الابلاينسز او الدينجر. ذا كلر شود بي كونتراست وذ ذا داي، يعني يختلف لونه. A definitive color contrast help in identifying and finishing of the margin. نقطة ثالثة, there should be no flaking or roughness of the surface when the wax is molded after softening. ما يصير بي flaking أو ما يصير بي خشونة هذا الwax من after the softening. نقطة رابعة, the wax should be not pull or chips during carving. ما يتفركت، تعبيرنا بالعربي نقول هذا يتفركت او يطيح على قطع صغار. كل ما هذا الواكس انه يستحمل مانيبيليشن اصنع به نموذج زين. بعد اليورينج بيرن اوت، قبل لا نروح للنقطه الخامسه اكو ملاحظه مهمه ناخذها على الفيديو اللي بعده حتى نشوف بالتفصيل ان شاء الله. الملاحظه المهمه شنو هي؟ انه هذا الواكس من صنعت من عده واكس باترن، هذا عندي هذا السن، سن هذا قاعد تشوفوه هسه، وانا غلفته بواكس، قاعد تشوفوه هسه هذا هنا ان شاء الله، غلفته بواكس، هذا الواكس نفس الثيكنس مالته، نفس الحجم، نفس الكبر، نفس كل شيء، راح احوله الى كراون، سواء هذا الكراون مصنوع من معدن، سواء مصنوع من ذهب، سواء مصنوع من بورسلين، من سيراميك، من اكريليك، من اي شيء، انا نفس هذا الثيكنس راح احوله. هذا الواكس يمر بمراحل معينه ان شاء الله ناخذها بالمحاضرات القادمه، يمر بمراحل معينه انه هذا الواكس اسوي له بيرن اوت، يعني اسوي له بيرن اوت انه ابخر هذا الواكس بعد ما اسوي له قالب، بعد ما اخذ القالب اخذ له امبريشن او اخذ له قالب او اخذ له انفستمنت، بعدها شو اسوي هذا الواكس اريد ابخره نهائيا بحيث انه هذا السبيس الصناعه هذا الواكس السبيس بس انتبهوا عليه السبيس الفراغ اللي صنعه هذا الواكس، هسه مو هذا الواكس هذا حيز من الوجود، هذا حيز من الفراغ، انا هذا السبيس اللي صنعه هذا الواكس مستقبلا راح نفسه هذا السبيس راح اخليه احشيه رينفورسمنت وذ ميتال او اي ماده استخدمها بالكراون سواء بورسلين او سيراميك. فهذا الواكس المفروض يمر بمراحل معينه، واحده من المراحل اسوي له بيرن اوت ابخره هذا الواكس كله حتى مستقبلا شنو اسوي رينفورسمنت للميتال. فواحده من الصفات الزينه للواكس حتى يكون هذا زين لازم يكون ديورنج بيرن اوت بال 500 درجه سيليزيه شود
وفرايز كومبليتلي ويزاوت ريسيدوال كومبوننت، يعني ما يبقى من عنده بقايا صغيره، بحيث مستقبلا اذا بقى من عنده بقايا صغيره راح يصير نص الكراون اللي طلع نصه مصنوع من واكس ونصه مصنوع من معدن. The wax pattern should be completely rigid and dimensionally stable at all time until it eliminated. طبعا هذا الواكس راح انقله انا الى مختبر، انقله الى بسيارتي، انقله اودي للعياده اجيبه منها. لازم يكون شنو الدايمنشنال تشينج مالته كلش قليل حتى يحافظ على الحجم المطلوب بصناعه الدينشر او الابلاينسز او السن. Should be sufficiently plastic slightly above the mouth. هاي الماده should be plastic slightly above the mouth، يعني ما يتغير شكلها بالماوث من اخليها من اسوي اجربها. هاي الماده اللي صنعتها، هذا الواكس اللي صنعته، اريد اجربه على السن او صناعه دينشر، اريد اجربه على الارج على المراجع. لازم انه ما يذوب بدرجه حراره الماوث، لازم يكون شنو يتغير شكله، يصير بلاستيك ديفورميشن، شرط انه اعلى من درجه حراره الماوث حتى ما يتغير شكله. نقطة سابعة the flow، تركنا في الشيء should be sufficiently plastic slightly above the mouth temperature and become rigid when cooled to the mouth temperature. من يصير درجة حرارة الماوث لازم يكون كل ما تصير rigid كل ما أقول هذا الواكس زين حتى يعطيني dimensional change قليل، يعني dimensional stability عالي. النقطة اللي بعدها the flow should be more than 70% على 45 درجة سيليزية and less than 37 درجة سيليزية. طبعا هي نفس هاي النقطة اللي كانت سابقة، انه هذا درجة حرارة الماوث، درجة حرارة الجسم المفروض انه كلش الواكس تصير بيه سيولة كلش قليلة، ما بيه سيولة حتى يحافظ على الشكل الطبيعي مالته. من اريد اغير شكله لازم يكون شنو ارفع درجة حرارة على الاقل تقدير 45% حتى اقول انه اقدر اتحكم بشكله. لكن بالماوث اسوي له شنو ترايل، مثل هاي صناعه دينشر خذاكم دكتور عدنان العسل وسويت له ترايل دينشر، يعني هذا اجربه داخل الارش. المفروض انه داخل حراره الماوث ما يصير به تغيير بالشكل حتى يحافظ لي على الشكل الطبيعي والحجم والثيكنس المطلوب. فهسه كلاسيفيكيشن، هسه طبعا نرحب بزميلتكم اللي التحقت فينا، احنا موضوعنا اليوم على الدنتال واكسز. هسه اخذنا بالمحاضره بالسلايد السابقه اخذنا البروبرتيز، جنرال بروبرتيز اوف دنتال واكسز. هسه اهم شيء بالمحاضره راح ناخذ كلاسيفيكيشن اوف دنتال واكسز، انا شلون اسوي كلاسيفيكيشن لهاي الواكس. طبعا احنا كاطباء اسنان كالعاملين بطب الاسنان حتى طلاب طب الاسنان يعني يصورون انه الواكس هو بس هذا الشمع الاحمر اللي انتم يجيكم على شكل بيز بليت او على شكل شرائح. لا اكو كلش انواع هوايه، لكن احنا لكون ماكو سحب عليها كل ماده بها عرض وطلب، لكون ما عليها سحب واطباء الاسنان معتمدين على فد واكس نوع واحد، لذلك انه ما تلقاها بالمذاكر لان ما عليها فد طلب كبير. هسه راح تلاحظون انه ان شاء الله انه بعض انواع الواكس يعني تفرق عليك كلش هوايه تعب اثناء الشغل مالتك، راح ناخذها ان شاء الله بالتفصيل. كلاسيفيكيشن اوف دنتال واكسز، اول شيء باترن واكسز، انلاي واكس، كاستنج واكس، بيز بليت واكس اللي اخذتوا هذا انتم بصناعه الاسنان، واكس ترم، شيلاك دنتشر بيز. ان شاء الله راح تلاحظون كل واحده شلون بها فوائد معينه تفرق لكم كلش هوايه. التصنيف الثاني هو بروسيسنج واكس، بروسيسنج يعني احتاجه اثناء العمليات بس. ايش وقت اخذنا؟ اخذنا الستيكي واكس بالمحاضره الامبرشن، بلوك اوت واكس، بوكسينج اند بيدينج واكس، يوتيليتي واكس. التصنيف اللي بعده هو امبرشن واكس، كوركتيف واكس، اند بايت ريجستريشن واكس. كاطباء اسنان لاحظوا على كل كلمه من ذني وكل واحده واستخداماتها. انا اجزم لكم جزم انه بعض اطباء الاسنان اللي حتى مشتغل 20 سنه ما يعرف اسماء ذني الواكس. كلش مهمات وكلش محاضره مهمه هاي. هسه اول شيء هو انلي واكس، اول تصنيف خذناه هسه بالتصانيف هو الباترن واكسز، يعني هسه راح ناخذ خمس انواع من الواكس استخدمهن اصنع به نموذج سواء كان نموذج سن او نموذج دينشر او نموذج
حشوه اصنع معده نموذج مستقبلا احوله الى ابلاينس احتاجه. بس تذكروا وياي انه اصنع معده نموذج راح ناخذ معده خمس انواع. اول شيء هو انلي واكس، قلت لكم قبل شويه انه الحشوه اذا كانت ريستوريشن مباشره اصنعها على السن، يعني اخبطها بالمثلا بالاملجم، بالاملجميتر سويت لها ميكسينج او تراتشوريشن ونقلتها مباشره للسن يسمحونها دايركت ريستوريشن حشوه مباشره. اذا كانت هاي الحشوه مصنوعه غير مباشره، يعني شلون اخذ امبريشن هذا السن، اخذ له امبريشن واصبها يطلع لي كاست، على هذا الكاست اصنع حشوه بالمختبر وبعدين نفس هذا الحشوه انقلها من الكاست انقلها للسن، يسمحونها اندايركت ريستوريشن حشوه غير مباشره، او يسمحونها انلي ريستوريشن. انلي هاي اول كلمه انلي. في الواكس اللي يصنع لي هذا الانلي الحشوه الغير مباشره سميته شنو؟ انلي واكس. It is type of pattern wax, soft wax used for indirect technique for inlay and crown. شيء غير مباشر، بعد ما اخذ امبريشن اصبها يطلع لي كاست اصنع فوقها حشوه، من كمله الحشوه انقلها للسن سميناها انلي. Uses of inlay wax، شنو استخدامات هذا الانلي wax؟ It is used to make pattern for metallic restoration. أول شيء استخدمها أسوي نموذج for metallic restoration للحشوات. بعد استخدمها pattern for inlay of the crown and the bridge. يعني هو كله نفس الاستخدام. أصنع معدها نموذج يا أما للmetallic restoration ويا أما للcrown and the bridge. Which is first made in wax and then converted into the metal or ceramic by casting. إن شاء الله هاي العملية يقول باي كاستنج ان شاء الله ناخذها بالمحاضرات الجايه، يعني شلون احول هذا الواكس باترن احوله الى معدن او احوله الى سيراميك. ان شاء الله ناخذ فيديوهات كل شوي عن الموضوع هذا ان شاء الله. ما يخص محاضرتنا اليوم، ما يخص السلايد هذا، هو انلي واكس. اول واكس اصنع به نموذج، خلينا نشوف اللي بعده شنو. قبل لا اروح للواكس اللي بعده بس اريد اوضح لكم صوره كلش واضحه هنا، أنا قلت لكم اياها انا خلال الكلام، لكن من اصنع حشوه مباشره اسميها دايركت ريستوريشن، حشوه غير مباشره على كاست اسميها اندايركت ريستوريشن غير مباشره. اذا كانت هذه الحشوه بس بالسنتر اوف اوكلوجن، يعني ما واصله للكسب لا منا ولا منا، ما واصله للكسب اسميها انلي ريستوريشن. ما واصله للكسب، اذا عندكم سؤال قولوا لي بلا زحمه عليكم. اذا ما واصل للكسب لا منا ولا منا، لا مزيل لا دستل لا بكر لا باليتر لا لنجوالي، بس بالسنتر اوف كلوجن اقول هذا اسميها انلي يعني تقريبا كلاس وين، تقريبا مو الا كلاس وين، حتى لو كلاس مثلا 5 ماكو مشكله، يعني صار اشتك على الملاحظه. فنرجع هسه زميلكم نبهني على الوقت خلص، نرجع اذا كانت الحشوه مباشره اصنعها على السن اسميها دايركت ريستوريشن دايركت ريستوريشن، اذا كانت غير مباشره اصنعها على كاست اسميها اندايركت، يا اما اسميها انلي اذا كانت هذه الحشوه ما واصله للكسب، يعني مثل ما قال زميلكم بالكلاس 1 او بالكلاس 3 او بالكلاس 5 الخامس من يصير بالجنجايبل ثيرد اسميها هذا كلاس 1 او كلاس 5 او كلاس 3 اسميها انلي، يعني ما واصله للكسب. من توصل للكسبات اي واحده من الكسبات اسميها اونلي. من نتغلف السن كله، من نتغلف هذا السن كله شو راح نسميها؟ في شيء بديهي اخذناه اسميها كراون. In dentistry an inlay is usually an indirect restoration filling consisted of solid substrate as gold, porcelain او اي شيء اي ماده or this often a cured composite resin fitted to the cavity in the tooth and cemented into place. يعني ماكو في شيء غريب انه هذا in dentistry inlay من يصير شيء غير مباشر. This technique involves fabricating the restoration outside the mouth. وين اصنعها خارج الماوث على الكاست. Using the dental impression. اخذ impression of the prepared tooth rather than placing. بدل ما انه اخلي placing هذه السوفت فولينج هاي الحشوة قبل لا تلبس، مكان ما اخليها مباشرة على السن اخليها على كاست ماخذه اني من الارش من المراجع. Into the prepared tooth before the material set hard. شنو الأونلي؟ An onlay is the same as an inlay
بس اختلاف واحد except that is incorporate a replacement for the tooth cusp by covering the area where the missing cusp would be. Crown cover all surface of the anatomical tooth crown. يعني إذا كانت إن أنا إنلي وصل الكسب أونلي غلف كل السن سميناه كرامن. هسا إحنا هذا خذناه في شيء عرضي بالمحاضرة. نرجع لموضوعنا الأصلي اللي هو أنواع الواكس. النموذج الأول خذناه هو إنلي، سوري النوع الأول للباترن واكس سميناه إنلي واكس. ننتقل بعده. النوع الثاني من الباترن واكس سميناه كاستينج واكس. كاستينج واكس ان شاء الله هسه انتم بالمرحله الثانيه، ولو انتم انظلمتوا بهاي السنه لانه كانت كورونا وما طبقتوا عمل هوايه، وان شاء الله بكل تصفى الامور واقرب وقت تعوضوها، يا اما مراكز صحيه يا اما بالكليه تدريب صيفي يا اما اي شيء. انتم بالمرحله الثانيه خذتوا خطوات الدينشر هاي خلال هاي السنه، كنت اشرح لكم اياها دكتور عدنان. هذا الدينشر هو الكومبليت دينشر. من صنعته أغلبية الأحيان سولف لكم على الأكريليك رزن، على الأكريليك. لكن هاي الدول ما تستخدم الأكريليك رزن بعد. هذا الأكريليك مجرد أنه فشي تمبراري مؤقت على ما ينصنع اللي بعده هو شنو؟ كروم كوبالت يعني من المعدن كروم كوبالت. إن شاء الله هو بالمنهج عندكم بالمرحلة الثالثة أنه شلون تستخدمون هاي المواد. تذكرون بديش اللحظة انه تاخذون واكس يسموه كاستينج واكس. كاستينج يعني تعريف الكاستينج معناته انه صب، قاعد اصب المادة. شلون صب؟ انه هذا الواكس اصنع من عنده نموذج لهذا الدنشر، اصنع من عنده نموذج اشكال معينة. هاي الاشكال تدرسوها ان شاء الله بالمرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، انه شلون هنا اخلي على هذا السن كلاسب، شلون اخلي هنا اي بار، شلون اخلي هنا بليتال بولت، اشياء معينه. فحل للاشكال واستغلال للوقت، بدل ما طبيب الاسنان او التكنيشن يصنع هذا الشكل الموجود، يصنع هذا الشكل مثلا هنا احتاج كلاسب، انا ما مجبور انه انحت بالواكس على شكل كلاسب واخليه على هذا السن، وانما تجي اشكال جاهزه. هذا انا مثلا اقدر افر على السن، افر هذا قاعد تشوفوه هسه، اسوي كلاسب هنا اخليه على البليتر، اسوي من عنده بليتال بولت. هذا الواكس هو النوع الثاني من الواكس اسميه كاستينج واكس، النوع الثاني من الباترن واكس. الكاستينج واكس used to fabricate pattern for the prosthesis made from metal. يعني ذاك النوع الاول نستخدم من عنده بالحشوات وبالكراون اند بريدج. هذا الواكس الثاني استخدمه حتى اصنع نموذج للدينشر، سواء دينشر بصناعة الأسنان أو أبلاينسز بتقويم الأسنان، هو نفس الشكل. Supplied us. It is available in the form of the sheet. 4/10 أو 32% millimeter thickness، يعني 40% أو 32% millimeter thickness. يجي على شكل ready-made shape. يعني مو كما طبيب الأسنان يصنع ينحت هذا الشكل يسوي له كارفينج، يجي على شكل ريدي ميد، يا اما يجي على شكل راوند 10 سنتيمتر هالف راوند اند هالف بير شيب روز اللي هو هذا، يجي على شكل راوند كروس سكشن مالته حتى اصنع ما عندك لاسب، او يجي على شكل راتيكولر جريد اور ميش فورم، هذا على شكل شبكه، يجي على شكل شبكه. هذا النوع الاحمر اللي قاعد تشوفوه هنا على شكل شبكه، هاي الشبكه اخليها على ستريس بيرينج اريا. مثلا هسه هذا المراجع اللي قال حاي الاسنان ال6 وال7، من انا هم ال6 وال7، انا بدي اعوض هاي الاسنان، اغلبيه الضغط قاعد يصير على هاي المنطقه، فيحتاج انه هاي المنطقه اخلي لها ميش فورم، يعني اخلي لها شبكه من الواكس. مستقبلا هاي الشبكه راح تتحول الى شبكه من معدن حتى يستحمل لي هذا الضغط. يمكن واضحه الفكره هنا. اي شكل اصنعه من واكس مستقبلا راح يتحول الى شنو؟ معدن. فالمنطقه اللي تريد هنا أنا ضغط عالي اللي عليها ماستكاتري فورس عالي اخلي لها ميش فورم، مو كما طبيب الاسنان يسوي كارفنج وينحت هذا الشكل، يجي شكل جاهز، بعد يجي على شكل كلاس شيب مثل الروز شيب، ويجي على اذر فورم، ويجي على شكل بالك اي سبيس
انا اريد اسدد بين هاي الاجزاء اي سبيس اريد اسدده يجي على شنو عندي واكس اسوي له بالك بالك فورم يعني بالك يعني شنو يترس لي هذه السبيسات اللي قاعد تصير اي سبيس قاعد يصير بين الكلاس وبين الميش فورم. الواكس اللي بعده النوع الثالث اللي هو ابسط انواع الواكس اعتقد انه تخذوه بصناعه الاسنان. طبعا اعتذر من عندكم بس اشرب ماي واجي اعتذر من عندكم. فالنوع الثالث النوع الثالث من الباترن واكس سميناه بيز بليت واكس هو ابسط انواع الواكس اللي استخدمتوه انتم بالمرحله الثانيه. البيز بليت واكس هو النوع الوحيد اللي اطباء اسنان يستخدموه. In some places it is referred to as modeling wax. يسحولها modeling wax او بيز بليت wax. لما تروح له بالمدخل ما يعرف بيز بليت wax. قل له modeling wax. They are classified under pattern wax because they are used in the construction of the denture and their appliances made of acrylic and other appliances made of acrylic and dyeing materials. شنو استخدامات البيز بليت wax؟ اول شيء to make the occlusion rim. انتو خذتوا هذا بالمختبر قبل لا يصير كورونا سويتوا occlusion rim عاش يديكم. فابسط انواع ابسط استخدام للبيز بليت واكس هو to make occlusion rim. انا من اصنع occlusion rim هو مو نفسه باترن يعني مو نفسه نموذج مستقبلا راح يصير على شكل دينشر فسموه فاضافوا هذه البيز بليت واكس تحت تصنيف الباترن واكس. اللي بعد استخدام الثاني للبيز بليت واكس to form the desired contour of the denture of the teeth after teeth are set. يعني من سويت setting للأسنان على الاكلوجر رم بعدها شو اسوي؟ اسوي contouring. شلون اسوي contouring؟ يعني اطلع هاي الدبرشن اللي قاعد يصير بين الأسنان الاثنين انت قاعد تشوفون انتروبروكسيمالي. فمن اسوي carving من اسوي contouring لهاي الدنشر اطلع الشكل الطبيعي مثل شكل natural arch. شلون اسوي contouring بالبيز بليت واكس؟ نمبر 3 to make the pattern for orthodontic appliances and other processes which are be constructed of the plastic. طبعا استخداماتها حتى اوصف لكم الفكره انه كلهن قاعد يصير عليه نموذج البيز بليت واكس خصيصا للدنتشر وخصيصا للاورثودونتيك ابلاينسز. يعني مو مثل الكاستنج واكس مو ذاك بس بالكروم كوبالت مثلا مو مثل الاي واكس بالحشوات الاندايركت ريستوريشن واصله بالكرامل اند برج. البيز بليت واكس ابلايد از شيت اوف بينك اور ريد ان كلر. هاي قاعد تشوفوه هنا يجي على شكل بينك شيت. اللي بعده شنو؟ واكس رم باي ترم. انتم لاحظتوا يمكن شلون دكتور عدنان العسل شلون علمكم الخطوات شلون اصنع البايت. هو شنو فائده البايت اصلا يعني مستقبلا شنو فائده البايت؟ هذا البايت اللي صنعته انا فوق بعد الريكورد بيز. خلنا ناخذها بالتفصيل انه مراجع عنده شنو ادنشلوس بيشنت ما عنده ولا سن جاك شو تسوي اول خطوه؟ اول خطوه ايش راح تسوي؟ تاخذ له امبرشن بيمن بالامبرشن كومباوند. صبيت هاي الامبرشن كومباوند طلع لي دايجنوستيك كاست. فوق هذا الكاست ايش سويت؟ سبيشال تري خذت بها امبرشن ثانيه بالزنك اوكسايد اجنول امبرشن ماتيريال وخليت على المراجع سيبريتنج ميديوم حتى ما يلزق على البري اورال تشو على شواربه او على ملابسه. خليت له فت بازلين او فت شيء معين. بعدها ايش سويت؟ طلعت لي شنو؟ ايش طلع لي فوقها؟ طلع شنو؟ الماستر كاست. من صبيت السبيشال تري طلع لي شنو؟ خذت بها فاينل امبرشن طلع لي ماستر كاست. فوق هذا الماستر كاست راح شو اسوي؟ اسوي ريكورد بيز من اكريليك. تذكروها اخذها دكتور عدنان العسل اخذها وياكم اعطاكم اياها. فالمهم اصنع فوق هذا الماستر كاست اصنع ريكورد بيز. هاي ريكورد بيز هاي قاعد تشوفوها هنا فوق هذا الماستر كاست اسوي ريكورد بيز مصنوع منين؟ من اكريليك. بعدها شو اسوي هاي ريكورد بيز؟ اصنع فوقها بايت بايت رم. هذا البايت رم مصنوع من واكس بينما ريكورد بيز مصنوعه من اكريليك. هذا الواكس شنو فائدته؟ يرجع لي الفيرتيكال
والهوريزونتال ريليشن شيب بين الارش. المراجع اللي قال اسنان ايش راح يصير عنده؟ راح يصير شنو؟ راح يصير عنده رينكلز لانه ديكريز فيرتيكال دايمنشن. فهذا البايترن والكلوج سوري ريكورد بيس والبايترن فايت انه يرجع الفيرتيكال والهوريزونتال ريليشن شيب بين الارش، يرجعها مثل ما كانت. فهسه ومكان ما انت كطبيب اسنان طالب طب اسنان مثلا او حتى بالمركز التخصصي كاطباء اسنان ان شاء الله شو تسوون؟ او حتى التكنيشن شو يجيب؟ يجيب هذا البيزك بليت واكس يفر على شكل رول، يخليه على شكل اصابع يسوي طوال، وبعدها يفره على الارش على الريكورد بيز ويسوي لنا بايترن. فحلل للاشكال وحفاظا على الوقت، اكو واكس سموه واكس رم او بايترن، هو اصلا يجي جاهز، يجي جاهز تخليه انت على الريكورد بيز وتاخذ بيه الفيرتيكال دايمنشن. هذا الواكس يصير بيه هاي بلاستيك تشينج، يعني انت بامكانك انه حتى لو هذا الواكس عالي للمراجع بصبعك كذا ضغطه بسيطه راح يصير بيه ادابتيشن. واكس رم بتس تايب اوف باترن واكس. The softening temperature is above the mouth temperature. طبعا شيء بديهي هذا، يقول انه هذا درجة انصهار او المادة تصير بيها تغير بالشكل تصير سوفت، لازم المفروض فوق الماوث تمبرتشر، حتى مو اني اثناء ما قاعد اشتغل ودرجة حرارة الماوث غيرت لي هذا الشكل، لازم يكون الشير شنو اعلى من حرارة الماوث ينصهر او يتغير شكله. It is tough and resist fracture during removal from the cast. اكيد يعني لازم يكون هاي المادة تصير بيها tough، تصير بيها شنو تستحمل الكسر، لانه انا قاعد استخدمها اسوي بها ترايل دينجر، يعني قاعد استخدمها حتى اسوي فوقها سيتنج اوف ذا تيث او شنو اخذ بها الهوريزونتال والفيرتيكال ريليشن شيب بين الارشات، انه هو مو اثناء الشغل اثناء ما قاعد اسوي ترايل دينجر او في شيء معين وانكسرت، لازم تكون صفاتها تستحمل ريزيستنت تو ذا فراكتشر. ات از يوزد فور ريستورينج ذا اكلوجن ريليشن شيب. بس شيء بديهي انه هذا استخدمها حتى اسوي ارجع الاوكلوجال ريليشن شيب سواء هوريزونتال سواء فيرتيكال، يعني الناس اللي عندهم اسنان مقلوعه راح يصير ديكريست فيرتيكال دايمنشن، وجههم راح يصير الطول ما راح يقل، فحتى ارجعها مثل ما كان استخدم هذا الواكس بالقوانين المعروفه الطاقم اياها تكون عدنان عسل. بعد ارنجمنت اوف ذا تيث، اسوي ارنجمنت يعني سطر الاسنان عليها على الواكس رم على البايت رم مكان ما اصنعه من البيز بليت هو يجي جاهز. بعد check the denture inside the patient mouth. من يقول check the denture inside the patient mouth يعني trial denture، اسوي له لبسه تجريبيه للمراجع، اصنع فوقه اسنان مثل ما قاعد تشوفون هسه، هذا باي هاي ريكورد بيز وهذا البايت رم. هسه هنا مصنوع من بيز بليت واكس، احنا موضوعنا قاعد نقول بايت رم واكس، هاي الصوره اللي بعدها سواء صنعته من بيز بليت واكس او من بايت رم واكس، الخطوة اللي بعدها شنو؟ راح تسوي فوقها شنو؟ راح تسوي arrangement للأسنان setting يعني أسطر الأسنان هنا. بعدها الخطوة اللي بعدها شنو؟ طاقم هذه كل عدنا العسل أسوي trial denture trial أطلع به عشان try ألبسه للمراجع. فهاي استخدامات الواكس رم البايت رم هنا في أشياء بديهية، أسوي setting للأسنان أخذ بير relationship للكلوجال، أسوي trial denture بي، يعني في شيء اشياء بديهية. اللي بعده شنو؟ يمكن استخدمتوها انتم هاي قبل شوية من قلت لكم انه اخذ الماستر كاست اصنع فوقها شنو؟ بس بلا زحمة شاركوني، الماستر كاست فوقها شو اصنع فوقها؟ اصنع فوقها ريكورد بيز، هاي ريكورد بيز هي هاي قاعد تشوفوها هسه، اصنع فوقها ريكورد بيز وبايترن، هاي البايترن هاي الريكورد بيز. هاي الريكورد بيز مين اصنعها؟ مو قلت لكم اني اصنعها من اكريليك قبل شويه، مو قلت لكم من اكريليك، هذا الاكريليك شويه وفوقها من واكس عاشيدك، فهذا الاكريليك شويه مزعج يعني يحتاج لوقت سيتنج تايم ووركينج تايم وبعده يحتاج فينيشينج، والاهم من عده انه هذا الاكريليك بعض الاحيان يسوي اليرجي للمراجعين، وطبعا يعني هذا كله استنزاف للوقت. فصنعه واكس خصيصا هذا الموضوع يجي جاهز على قد الارش، وانت تاخذ معده في اشياء بسيطه تقلل المعده. سموه شيلاك دينشر بيز. شيلاك يعني شنو؟ انه هذا الواكس اخليه على الكاست
بحيث يصنع لي نفس الشكل الريكورد بيز. البروبرتيز مالته شويه يصير اقوى من الواكس اللي اصنع مع عده الاسنان مثلا انلي او كاستنج او اي شيء ثاني. هذا يصير شويه شيء اقوى، يعني يحتاج انه احميه على البنزين بيرنر وبعدها اسوي له ادابتيشن على الكاست، اصنع من عده، اصنع من عنده ريكورد بيز. يعني ممكن ما اسوي اكريليك وهالتعب هذا في نص ساعه زمان او ساعه زمان، يلا يخلص وافنش لازم، وفوق هاي كلها راح اسوي اليرجي للمراجع. نعم، فبدل ما اسوي دنتشر بيز مصنوعه من اكريليك، انا شو اسوي؟ اصنعها من شيلاك دنتشر بيز، هو احد انواع الواكس، لكن شنو؟ مصنوع من واكس هاي ميكانيكال بروبرتيز، يعني ما ينكسر بسهوله، ما يصير بي ادابتيشن وما يتغشك بسهوله. It's type of pattern wax. Wax like resin. Stable at mouth temperature. مثل الرزن، مثل الأكريليك. It has high softening temperature than the other wax. طبعاً يصير بدرجة انصهار عالية، ما يتغير شكله. لأنه الموضوع هنا يحتاج masticatory force. كل ضغط الأسنان قاعد يصير وين؟ على الريكورد بيز. اللي المفروض احنا نصنعها من wax. هنا حلاً للإشكال وحتى حفاظاً على الوقت، صنعناها من شيلاك دينتشر بيز واكس. It is used as temporary denture base. فشي مؤقت. حتى شيء اسوي بيه ترايل دينتشر. فشي تجريبي. يمكن هنا واضح. يجي على شكل شيت، هذا قاعد تشوفوه. على شكل شيت. احميه على البنزل بيردم. واسوي له ادابتيشن على الكاست هذا. قاعد تشوفوه الكاست. يطلع لي شنو هذا الشكل؟ اللي هو الريكورد بيز. امير بعد هاي الحالة شو اسوي هسه فوق الريكورد بيز؟ هسه طلع لي ريكورد بيز. بعدها شو اسوي فوق الريكورد بيز؟ واكس اللي هو شنو؟ بايت رم. اسوي البايت. عاش يدك عين. اسوي فوق البايت. اللي بعدها الواكس اللي النوع الخامس اعتقد او الرابع ما ادري، هو الستيكي واكس. الستيكي واكس اخذناه بالمحاضره الرابعه يمكن بالامبرشن ماتيريال. الستيكي واكس قلت لكم اسوي بيه بوردر فتنس، اسوي بوردر فتنس قبل لا اخذ امبرشن بالزنك اوكسايد جينول. تذكروها ولا ما تذكروها؟ بتريسينج واكس او الستيكي واكس اخليه على البوردر مالت السبيشال تري واخذ بي امبرشن حتى يطلع لي جود بوردر فتنس. هذا الستيكي واكس من اسمه ستيكي يعني يلزق، بخاصيه يلزق. استخدمه وين بعد استخداماته؟ كاطباء اسنان، كمداثر، كتكنيشن يستخدموه من هاي الدينجر، يتعرض الى ضغط قوي او يطيح من المراجع وينكسر. ينكسر المفروض انه شلون اسوي له ريبير؟ شلون اعالجه؟ اعالجه باكريليك. يعني هي الماده اكريليك، لازم اعالجه باكريليك. لكن هذا الاكريليك شلون انا احافظ ارجعه شكله الاصلي؟ هسه انت عندك هسه فد حاجه مثلا كرسي او فد شيء انكسر من عندك، حاجه بلاستيكيه انكسرت. انت شو تسوي؟ تجيب هذا الصمغ وتقول مثلا زميلك او اخوك او الشخص القريب عليك، تقول له الزم لي اياها بالشكل الصحيح اللي قبل لا تنكسر، الزم لي اياها على ما انه انا شو اسوي؟ اخبط هاي الماده اللي بها ستكنس واثبتها. فهذا الدنجر اللي انكسر صار فيه فراكتشر، حتى ارجعه الشكل الاصلي، ارجعه الشكل الاصلي يعني بحيث لا يكون بميلان لا يمنى ولا يسرى، ارجعه لا الاعلى ولا يمنى يسرى، ارجع نفس الشكل الاصلي، اثبته بيمن بالستيكي واكس. هذا كلش ملاحظه مهمه بحيث انه ماكو عياده طب الاسنان المفروض انه ما تخلى من الستيكي واكس. الستيكي واكس يا اما استخدمته بالمحاضره بالفصل الاول خليناه على سبيشال تري واخذ بيها امبرشن حتى تطلع لي جود بوردر فتنس. والاستخدام اللي استخدمته هسه استخدمه وين؟ من الدنجر ينكسر، ارجع شكل الاصلي للدنجر، حتى ارجع شكل الاصلي للدنجر، رجع شكل الاصلي وكملت رجع شكل الاصلي. شو اسوي؟ اخذ هذا الدنجر، اخذ امبرشن بي او اصبه من الخارج بستون او بلاستر. انا من صبيته ايش راح يصير؟ هذا الدنجر اقلبه بالعكس وادير فوقه بلاستر، او ادير فوقه ان شاء الله ناخذها بالتفصيل او الدكتور عداس يعطيكم اياها بالريبير. هذا الدنجر بعد ما رجعت الشكل الاصلي وخليت استخدمت الستيكي واكس هنا ثبتته، اقلبه بالعكس واصبه ببلاستر بحيث انه انا حتى لو وخرت هذا الستيكي واكس مستقبلا،
حتى لو وخرته سلي هو اصلا هسه ما موجود الستيكي واكس ما موجود اصلا حتى لو وخرته لا راح شو تصير هاي القطعه من الدينشر تقعد على الجزء اللي مصنوع داخل هاي الكاست فوق هذا الكاست وهاي القطعه تعرف مكانها بيوم مكان يعني تعرف ما يصير بيها ميلان يعني صبيتها انا من الخارج صبيت هذا الدينشر واضحه لو ما واضحه الدينشر مو بيه اسنان هاني وهنا فليتر سيرفس الجو ايش سميناه السيرفس سميناه مو سميناه فيتنج سيرفس اللي هو سيرفيسنج للسوفت تشو على الباليت هذا الجزء اللي الفيتنج سيرفس ادير فوقه شنو بعد ما ثبت الدينشر بالستيكي واكس ادير فوقه ناخذوها ان شاء الله بصناعه الاسنان ادير فوقه بلاستر هذا البلاستر يبس راح الغرض من الستيكي واكس راح يروح يعني بحيث حتى لو هذا الستيكي واكس ذاب او طاح او انكسر راح هذا الدينشر يقعد على المكان المرسوم اليه فاحنا استفادينا من الستيكي واكس حتى يرجع لنا الشكل الاصلي للدينشر على ما تستمر خطوات اصلاح الدينشر دينشر ريبير اللي تاخذوه بصناعه الاسنان الستيكي واكس its type of processing wax it is sticky when melted with maximum 5% flow at 30 سيليزية يعني 90% at 43 درجة سيليزية حتى اذوب هاي المادة واستخدمها بالسبيشال تري او الدنشر ريبير لازم ارفع درجة الحرارة الى 43 درجة سيليزية it adhere closely to the surface when applied to it تويت يعني فشي بديهي انه هاي المادة تلزق على السيرفس يصير بها ستيكنس على السيرفس اللي يشتغل عليه if movement occurs the wax tend to fracture rather than distort فالملاحظة كلش مهمة انه هذا الواكس انا قلت لكم اياها بالفصل الاول انه يجي على صفات البرتل خذنا صفة من صفات المواد قلت لكم برتل مثل الجامع يعني هاي المادة تصير هشة يعني بحيث اقل ضربة تنكسر ف هنا أنا بالستيكي واكس اللي برتل يعني برتل كلش واضح يعني المادة صار كلش هشة بحيث إنه هاي المادة من تتصلب وارد أحركها هاي المادة يقول tend to be fracture rather than break fracture rather than distort يعني ما يصير بيها تغير بالشكل تنكسر ولا يتغير شكلها وين استخدمها uses it is used to align fracture part of acrylic denture من انكسر هذا السن ارجع شكل الاصلي alignment by sticky wax بعد used to align fixed partial denture until before soldering يعني فشي طبيعي بديهي انه هذا الكراون اند برج جسور الاسنان الثابته او الاسنان المتحركه اللي هو الدينشر من يصير بها كسر ارجعها شكلها الاصلي قبل لا الحمها واسوي عليها خطوات البقيه عن طريق الستيكي wax Boxing and beading wax اللي بعده Boxing and beading wax هسه عندي هاي impression انتو بالمرحلة الثانية اشتريتوا هاي الكاستات كلها اشتريتوها شنو من النادي اعتقد من هاي المحل المفتح بالنادي مو صحيح يعني ما صبيتوها بديكم فهاي impression من تاخذوها ان شاء الله على مراجع patient حقيقي ما يطلع نفس شكل هذا الكاست اللي انتم جبتوه هسه حلو مرتب وراح يطلع يعني بالبيز مالته عريضه والتفاصيل كلها واضحه الفستبيول واضح هاي الفستبيول هنا كلش واضحه والبيز مالته عريضه كلش بحيث ما ينكسر ما يطلع هيك فمن تاخذ امبرشن راح اولا البيز راح تطلع صغيره يعني القاعده مالته تصير كلش رقيقه بحيث ممكن ينكسر بسرعه وبعد الشيء المهم الثاني انه هذا الفستبيول ما راح يطلع هذا الفستبيول تعرفوه كل زين يعني البوردر مال الدينشر وين يقعد هذا الفستبيول ما راح يطلع صحيح ليش ما راح يطلع صحيح لانه هاي الامبرشن راح تاخذ لك يعني في الشيء عمودي على الارج ما راح يطلع من الصبح راح يطلع لك في الاشياء بسيطه بحيث انه انت ما تعرف وين صاير البوردر مال هذا هاي الدينشر او مال هذا الارج البوردر فالواكس اللي راح ناخذه ان شاء الله في هذا السلايد سميناه boxing and beading waxes شنو فائدته على الفيديو اللي بعد ان شاء الله الفائدة من boxing and beading wax شنو الفائدة من عنده من اخذ impression خذت هاي impression
احيط هاي الامبرشن طلعت لي هاي امبرشن سواء خليتها من الجينيت سواء خليتها بالزنك اوكسايد بالالاستوميريك يعني بالسيليكون بولي ايثر بولي سلفايد المواد اللي اخذناها بالفصل الاول هاي الماده من اخذت بها خذت بها امبرشن وطلعت لي هاي الامبرشن كامله احيطها بمن احيطها بشريط مثل ما قاعد تشوفون هسه هاي الباند احيطها بشريط مثل السياج شلون القوالب اللي يصبون بها الكونكريت شلون القالب احيطها بشريط بحيث انه انا من اصب هاي الامبرشن ايش راح يصير راح يصير انه البلاستر ما يصير بيه سليبج يعني ما يسيل اثناء ما هو سلس يعني يظل وين واصل حده يوصل حد نهايه الواكس هنا أنا. الى اين يتصلب ايش راح يصير هاي الثيكنس من هاي المنطقه لهاي المنطقه هاي الثيكنس ايش راح يصير مستقبلا راح يصير شنو يصير كاست بيس يعني يصير قاعده للكاست ما ينكسر هاي الامبرشن نفسها هاي الامبرشن نفسها انا من اصبها مباشره راح شنو البوردر مال الفستبيول ما راح يبين البوردر مال الفستبيول هاي ما راح تبين فش يحتاج احيط هاي الامبرشن اللي عندي احيطها بيمن احيطها بواكس ثاني يسموه بيدينج واكس على شكل اصابع على شكل اصابع وين يحيطوها على نهايه التري على نهايه الفلانج انتم مو خذتوا التري بها فلانجات تتذكروها في صناعه الاسنان وين نهايه الفلانج وين نهايتها اسوي هذا الشريط احيط به هاي الفلانج حتى مستقبلا شنو من اصبها هاي الامبرشن همين انا حيطها بوكسينج واكس راح يطلع لي قاعده كبيره بها وهم حيطها بيدينج واكس شريط صغير على الامبرشن راح يبين لي هذا شنو راح يبين نهايه الفستبيول نهايه الفلانج شلون هسه هذا الدنجر الواضح هنا أنا. هذا الكاست اللي طلع عندكم انتم اللي صنعتوا عن بي دكتور عدنان عسل وضح لكم شلون اسوي فوقال اسوي فوقال ارسم الدنجر تذكروها سبيشال تري من ارسم يعني البوردر مال الدنجر او البوردر مال سبيشال تري اذا كان الامبرشن واخذها من المراجع وصاها مباشره ما تقدر تعوض هاي التفاصيل ما تقدر ترسم التفاصيل على الكاست لا ما شنو تستخدم واكس يسحوا له بيدينج واكس يطلع لي هاي قاعد تشوفوها هسه هذا الشريط هذا الزياده اللي قاعد تشوفوها هسه هنا هاي الزياده داير ما يدور الكاست هاي ما كانت تظهر لو ما انت خالي الامبرشن بيدينج واكس يعني نهايه الفستبيول قاعد تطلع ان شاء الله واضحه اذا ما واضحه قولوا لي احيط هاي الامبرشن بالبوكسينج واكس اند بيدينج واكس البوكسينج يسوي لي قاعده للدنشر قاعده ثوره للكاست والبيدينج يعوض شنو يرسم لي البوردر مال الفستبيول نار البوردر بحيث انه انا ارسم البوردر مال الفلانج البوردر مال الدنشر او البوردر مثل ما قال زميلكم بوردر مال السبيشال تري او البوردر مال ريكورد بيز القاعده اللي صنعنا فوقها البايت ريم وسطرنا اسنان وسوينا ترايل دنجر اللي بعده شنو بلوك اوت واكس بلوك اوت واكس هسه قاعد تلاحظون هنا الصوره اللي قاعد تشوفوها هسه قاعد تلاحظون صوره هذا الكاست هذا السوري سوري التخم المتحرك هذا قاعد تشوفوه الاسنان المتحركه هاي قاعد تلاحظون هنا في شيء اسمه كلاسب هو يمكن الدكتور عدنان اعطاكم اياه هواي هاي يسحبون لك كلاسبات هذا كلاسب المفروض انه شنو هذا الريتينشن ما هذا الدنشر الريتينشن تثبيت هذا الدنشر على من يعتمد على هاي الكلاسبات على هاي الكلاسبات تتذكرون من قلت لكم انه كل سن بقطع مثلث يصير سيرفايكالي قطع المثلث يعني هاي الاندركات سميناها بالقاعه قطع المثلث يعني انه هذا السن سيرفايكالي يصير نرور ذان اكلوجالي اضيق يصير فراح يسوي لي زاويه تذكروها قلت لكم اذا بدي اسوي حشوه اخلي وجه بالموضوع تذكروها وياي واضحه اي نعم الله يحفظكم ان شاء الله فهذا الدنشر اللي هو البارشل دنشر المفروض يصير بالريتينشن شنو يصير بالريتينشن عن طريق اي كلاس باك هذا كلاس هاي كلاس هذا كلاس بعض الاحيان التكنشن شو يسوي لك يسوي لك هاي الفلانج قاعد تشوفوها هاي الحمراء هاي الفلانج يسويها عريضه بحيث انه وين تقعد جوا هذا السن جوا هذا السن ليش قعدت جوا هذا السن
ليش؟ لأنه ما مستخدم واكس اسمه بلوك أوت واكس. هاي الأندر كات الموجودة على السن المفروض أنا شو أسوي لها؟ أسدها بحيث إنه هاي الفلانج تجي مستقيم عدلة ما تقعد جوا هذا السن. يعني أنا ما أريد الريتينشن أحصل هاي الريتينشن عن طريق إنه هاي والله الفلانج أدخلها جوا هذا السن. إذا كانت هاي الفلانج أدخلها جوا هذا السن ومستقبلا هاي المادة ما بيها مجال إنه تطلع من روحها، ما بيها بلاستيك ديفورميشن، ما بيها إلاستيك ديفورميشن، ما تطلع من روحها، إيش راح يصير؟ مو مرور الزمن راح تشلع لي هذا السن، سوى ضغط على هذا السن، إذا ما تشلع السن راح يسوي بي أبريجن، راح تسوي احتكاك بي. فالمفروض إنه هاي الأندركات أسدها بما أسدها بواكس اسمه بلوك أوت واكس قبل لا أصنع الدينجر، حتى ما أخلي مجال إنه هذا الأكريليك ينزل جوه بالأندركات. فالبلوك أوت واكس it's type of processing wax used for filling the undercut. هاي الأندركات اللي يصير سيرفايكالي بالسيرفايكال بورشن قريب السيرفايكال area on the cast during processing of the chrome cobalt framework او حتى لو كانت اكريليك. انا ما اقبل انه اخلي هاي الفلانج تنزل جوه. اذا نزلت جوه على الاندركات مرور الزمن راح اسوي موبيلتي في هذا السن، اسوي بيه حركه. اللي بعده نعم نفس عمل الوجه. انت انا قلت لكم بالنفس اعشدك على الملاحظه هاي بالحشوات انه انا اخلي وجه اللي هي يصير مقطع العرض مالته كروس سكشن يصير مثلث اخليه بين الاسنان هنا حتى ارسم الحشوه مثل شكل سن مثل سن مال رب العالمين. ارسمه شنو ارسمه؟ ارسمه هالشكل هذا. يعني هيك شيء صاير هيك. شلون هسه هذا السن هيك صاير هنا سيرفايكالي متضيق، سيرفايكالي متضيق واوكلوجالي عرض يصير واضحه. ارسم حتى ارسم السن مثل شكل سن رب العالمين. نفس الفكره من عدة هنا انا شريد اني اخلي عمل الوجه عشيدك انه انا هاي الاندر كات ازدها. ما اريد انه هاي الدنشر فلانج هاي الفلانج مالت الدنشر تدخل جوا بالاندر كات. نفس الفكره اللي هسه زميلكم قالها امير يقول انه نفس عمل الوجه هناك امنع الاوفر هانج ما اخلي الحشوه تصير اعرض من السن ومستقبلا نجمع اكل. هنا انا ما اخلي هنا ايش عندي؟ ما اخلي هاي الفلانج تنزل بالاندر كات هناك تجمع اكل. هنا ايش راح اسوي لنا؟ مو جمع اكل وانما راح اسوي لنا موبيلتي بهذا السن ممكن الشلعه. الواكس اللي بعده سميناه يوتيليتي واكس. يوتيليتي واكس يوتيليتي هسه قلت لكم انا بالمحاضرات بالفصل الاول انه انا ما كفت شيء تري تجي جاهزه لو احسن مصنع بالعالم يصنعها جاهزة تجي على قد الارش اي مراجع. فهاي التري اللي قاعد تشوفوها هاي التري الستوك تري اسوي بها موديفيكيشن في شيء بسيط بحيث تتراهم ويا من ويا الارش اللي انا قاعد اشتغل عليه ويا المراجع اللي قاعد اشتغل عليه. اسوي بها موديفيكيشن مثلا هاي التري تصير صغيرة مثلا ما واصلة للبيتال بولت ما واصلة للبوستيرا بيتال سيل أرد أكبرها. خو مو أسوي لحين ألحمها، أجيب واكس سحولة يوتيليتي واكس أكبرها. بعد استخدام ثاني مثلاً هسه هاي التري قاعد يشوفون هذا الجزء اللي لازم بصبعه هو هذا سحولة بليتال فولت. بعض المراجعين تصير عندهم هاي البليتال فولت يعني شلون تمسوها بلسانكم اللها مات اللها تصير كلش ناصية بحيث إنه أنا من داخل إمبرشن لازم أحملها هواي إمبرشن ماتيريال ومستقبلا راح يصير بها تشينج. كل ما تصير المادة بها امبرشن ماتيريال عالي راح يصير بها تشينج. فحل للاشكال انه هذا السبيس اللي صاير بين هاي التري وبين البليتال باوت بين اللهامات المراجع اترسى بيمن بواكس يسحوا له يوتيليتي واكس. ناخذ ان شاء الله على الفيديو اللي بعد. فاليوتيليتي واكس يا اما اسوي بي موديفيكيشن للبوردر اوف ذا تري اكبرها او اسوي بها راوندد انجل. هنا هسه هاي التري مراجع انا قاعد اخذ لها امبرشن وطلع عنده قال لي هاي بها رف سيرفس قاعد تاذيني قاعد تجرحني فانا خلي لها هنا شنو يوتيليتي واكس. او الاحظ انه هاي الامبرشن التري ما واصله للبوستيرير بليتال سيل ما مغطيه
الارش كله فاكبرها، او صار لي سبيس بين البليتال باوت يعني بين اللها مالته وبين التري، هاي السبيس لازم يكون احمله امبرشن ماتيريال عالي. قلت لكم كل ما احمله امبرشن ماتيريال هواي ايش راح يصير؟ راح يصير دايمنشنال تشينج عالي. تذكروها من قلت لكم لازم انا اسوي سبيشال تري حتى تجي على قد الارش ضبط. كل ما تجي على قد الارش ضبط راح مستقبلا الدايمنشنال ستابوت يصير زين، يعني ما السن ما سوري الامبرشن ما راح تكبر ولا تصغر. كل ما المثيرة قليلة، أوضح لكم مثال كلش بسيط. بعض الأحيان من العمال يبنونهم في حائط معين، المنطقة اللي يحملوها اسمنت هواية، يمكن الطلاب يعرفون هاي المعلومة، هاي المنطقة اللي يحملوها اسمنت هواية، يعني بحيث شلون يقلها يضيعها باللبغ، كل ما المنطقة يحملها اسمنت هواية مستقبلا راح تنفطر. كل ما الحائط الطابوق مبني عدل، مبني عدل الطابوق ويلبخ اللباخ قطعة خفيفة بالمعقول ما راح تنفطر. المنطقة اللي بيها يحملها اسمنت هواي راح يصير بيها شنو؟ dimensional change. فحل للإشكال حتى مستقبلا ما يتغير شكل هاي الامبرشن، إذا كان اكو سبيس بين البليتال باوت بين اللهامات المراجع وبين هاي التريل لازمها بصبعة، هو اترسها بيه من هاي السبيس بواكس سميناه utility wax. The composition consists mainly of beeswax بتروليوم. انا طبعا اسماء الكومبوزيشن مو فشي مهمه، يعني بتروليوم اند اذر سوفت واكس اند بيرنج بروبرتيز. شلون تجي هاي يوتيليتي واكس؟ ات از افيلبل يعني شلون بالمذاقه ان ذا فورم اوف ذا ستيكس على شكل خيوط اصابع اند شيت. ات از يوزد تو ادجست هاي اهم شيء تو ادجست ذا كونتور اوف ذا تري اعدل بها اطار هذا التري. فور يوز وذ هيدروكولويد يعني ويا بنستخدم خاصة بالالجينيت to rise the flange height أكبر به الفلانج to extend the tray أرجعها posteriorly and to rise اللي قلناها قبل شوية أرفع بها البليتال portion of the tray in case of deep pellet. بعض الناس اللي عيدهم لها كلش deep أعوض بها هذا السبيس اللي قاعد يصير أترس التري بالutility wax. It is pliable and can be easily molded تد اتهيسف and can stick to the tray. هاي بها صفات كلش مهمة حلوة، انه ما يحتاج بنزين بيرنار ولا يحتاج احميها هاي الوقت، مجرد انه انا بصبعي اسوي بها adaptation على التري واخذ شكل التري الاريدة، يا اما اكبرها يا اما اتس البليتال باوت. هذا سمينا الواكس سمينا utility wax. اللي بعده شنو؟ impression wax. طبعا طبينا نعم هسه جاك مراجع، تاخذ له امبرشن اعيدها هسه ان شاء الله حسب طلب زميلكم امير. جاك هسه مراجع وتاخذ له برايمري امبرشن. اول ما ابدي قلت لكم شو اخذ له بيمن برايمري امبرشن. بيمن اخذ برايمري امبرشن بتري هي اصلا جاهزه، يعني شركه صنعتها، وانه يعني انت كطبيب اسنان مشتري هاي التري، هل من المعقول انه تجي على قد المراجع ضبط؟ مو اكو احتمال تطلع يا اما كبيره راح المراجع شنو ما يتقبلها يصير عنده جاج ريفلكس وكل ساعه يتغير، يا اما صغيره وما تغطي لي الماوث كله، ما تغطي لي الارش كله، ما توصل للبليتال بوستيرير بليتال سيل، يعني ما تغطي الارش كله، وراح مستقبلا يطلع لي ديفكت بالدنشر، يعني يطلع الدنشر اصغر ما بي ريتنشن بعد. فهاي التري اسوي بها موديفيكيشن اكبرها شويه او اعدل بها بالبوردر مالتها. شلون؟ اجيب الواكس اخلي على اطارات على اطار مات التري، وين المكان اللي انا احس فيه نقص معين، احس انه هاي التري اصغر من الطبيعي، بيا مكان شو اسوي؟ اكبر هاي التري، يعني اسوي الاكستند الاطار مالتها اكبره شويه. واضح ان شاء الله؟ اكبر الاطار مالتها اعليها او اكبرها، اكبر هاي بحيث تجي فت على قد الارش. شلون اكبرها؟ بواكس سميناه يوتيليتي واكس. بعد شنو؟ بعض الاحيان هسه تتلمس اللها مالتك البلت تلمسها بلسانك. بعض الاحيان اكو ناس يصير عندهم البلت كلش ناصيه، يعني كلش ديب، يعني انا من اقول ديب يعني عاليه يعني عاليه كلش عاليه، يعني صار على شكل مثل كونكافيتي مثل كونفكس، يعني كلش مثل شلون القبه اللي صايره مثل القبه اللي تصير
شو رسم النص دائرة مو مثلنا يعني كلش عميق قصير البلت. هاي التري اللي جبتها أنا بعض الأحيان هو الأغلب يعني يبيعوها الشركات ما تجي على قد البلت، خاصة بالناس اللي عندهم ديب بلت، يعني البلت تصير بعيدة عن التري بحيث إنه كل الأجزاء الأرش الطخ بالتري ما عدا البلت تصير بعيدة، تصير ديب بلت تصير بعيدة. أنا من أداخل إمبرشن هسه من أداخل إمبرشن المراجع عدا البلت بعيدة كلش عميقة كلش عالية ايش راح يصير؟ مو احملها بماتيريال امبرشن ماتيريال، يعني انا بقيه الاجزاء الارتش اخلي امبرشن ماتيريال قليل، وهاي المنطقه اللي بيها البلت عميقه راح احملها بشنو؟ امبرشن ماتيريال عالي. انا قلت لكم قاعد تلاحظون هاي الاحمر اللي هاي الصوره شلون هو خال يوتيليتي واكس، يعني معلي المنطقه اللي مستقبلا راح اطخ بالبلت معليها شويه. قاعد تشوفون الفكره من عندها شنو؟ هاي المنطقه مو مستقبل، هاي المنطقه هاي مو مستقبل، هاي المنطقه راح اطخ بالبلت. اذا كانت البلت مالت المراجع بعيده كلش بعيده يعني عاليه، انا عندي حلين، يا اما احملها امبرشن ماتيريال هواي ومستقبلا راح يعطيني بور دايمنشنال ستابيليتي يعني يغير شكل هاي الماتيريال، ويا اما شنو؟ استخدم يوتيليتي واكس، اخليها على هذا الجزء من البلت، بحيث انه انا من داخل امبرشن راح شو يصير؟ يعني حتى لو ثكنس قليل بالامبرشن ماتيريال يكفي انه يوصل للبلت. نرجع للفصل الاول من قلت لكم انه انا ليش اسوي سبيشال تري؟ خاصه بكل مراجع؟ تذكروها من قلت لكم ليش؟ قلت لكم لانه ماكو تري بالعالم تجي على قد الارتش، يا اما اجيب تري صغيره وما تكفي، يا اما تري كبيره واحملها هواي امبرشن. وقلت لكم من احملها امبرشن هوايه حتى لو كانت الماده رخيصه وانت عندك 1000 كيس من عندها راح تلاحظ انه اكو سلبيات من حملتها ماده هواي مستقبلا راح يصير بها تشنج هواي. واضحه ان شاء الله؟ قلت لكم انه اي حائط من تحمل اسمنت هواي باللبخ راح ينفطر. فحلل الاشكال حتى هاي الماتيريال مثلا الالجينيت انا ما اريد شنو يتغير شكله من يصير ثكنس بي هوايه مثلا امبرشن صارت بها هاي هسه وما عندنا امبرشن يعني هاي هسه هذا الالجينيت هاي امبرشن مصنوعه من الالجينيت، كل ما يصير ثكنس مات الالجينيت يعني الثخن مات هواي اتوقع انه التشينج دايمنشنال تشينج راح يصير هواي كل ما قليل، يعني انت التري مالتك كل ما تجي فت على قد الارتش مستقبلا راح يصير دايمنشنال تشينج يصير قليل. اي منطقه احملها اسمنت هواي راح تنفطر، اي منطقه احملها امبرشن ماتيريال هواي راح يصير بها تشينج يعني تصغر او تكبر. واضحه؟ فهذا عند الناس بعض المراجعين اللي يصير عندهم ديب بليت الفولت استخدم شنو؟ يوتيليتي واكس حتى اعلي هاي اعلي جزء هذا الجزء مال التري اللي يصير شنو؟ مستقبلا راح يطخ بالبليت، يعني ما يحتاج احملها هواي. واضحه ان شاء الله امير؟ يلا على الفيديو اللي بعده. نعم هسه التصنيف الثالث للواكس سميناه امبرشن واكس، ان هنا اثنين ان شاء الله راح تشوفوها. اول نوع سميناه كوركتيف واكس. هسه انتم كاطباء اسنان اول استخدام يتبادر لذهنكم من اقول كوركتيف واكس يعني شو معناته؟ عاشدك. انا هسه اخذت امبرشن عاشدكم، انا هسه اخذت امبرشن وطلع بها هنا في الديفكت معين، هسه هذا الديفكت يعني معناته هاي الامبرشن ماتيريال ما غطت لي كل الارتش، هنا اكو نقص فش يحتاج؟ يا اما انه هاي الامبرشن اعيدها كلها يعني انا ما اقدر اجيب نفس الماده مثلا هسه هاي مصنوعه من زنك اوكسايد اجنول، هسه هاي قدامكم الطبعه مراجع ما عنده ولا سن ايدنجلوس ما اخذ له فاينل امبرشن بالزنك اوكسايد اجنول. انا عندي طريقين، يا اما
ابدلها كلها هاي تري اشيل هاي الماتيريال كلها اذبها واسوي امبرشن الثانيه. ويا اما شنو اجيب واكس. شوف شلون ملاحظه مهمه هاي كلش شلون يعني ما له كل قيمه هذا الواكس لكن ينقذك بالعياده. واكس سميناه امبرشن واكس سميناه كوركتيف واكس. هذا الواكس يصحح لنا اي منطقه بها ديفكت اي منطقه بها ديفيشنسي. واكس ان كومبينيشن وذ رزن اوف لو ميلتينج بوينت كان بي يوزد ان كوركتيف امبرشن تكنيك ان بارشل اند كومبليت دينجر بروسيسز. The needed property of impression wax is that they flow at the mouth temperature. اهم شغله بهذا الواكس اهم شغله عكس انواع كل البقية عكس كل البقية الواكس كل بقية الواكس انه بيه صفه معينه انه الميلتنج مالته انه هذا الواكس شرط انه يتغير شكله يذوب او يتغير شكله او يصير بيه ميلتنج او سوفت بالماوث تمبرتشر. ليش يعني يتغير شكله بالماوث تمبرتشر؟ بقيه الانواع قلت لكم انه انا المفروض انه ما يتغير شكله بالماوث تمبرتشر درجه حراره الماوث. ليش حتى شنو يبقى النموذج هو بعده يبقى النموذج نفس الشكل نفس الدايمنشن. هنا لازم يكون شنو هاي الواكس اهم علامه اقول هاي الواكس زين. لازم شنو يصير الواكس يصير سوفت بالماوث تمبرتشر. ليش؟ لانه هو انا اصلا اتدخل بي امبرشن فمو انا استخدم واكس قوي كلش وما يتغير شكله وبعدين اضطر شو اسوي ضغط كلش قوي على المراجع يلا هاي الواكس يترس لي هذا السبيس اللي صار ديفكت هنا. أنا. اهم علامه the needed property of impression wax is that they flow at the mouth temperature. اشلحها من الماوث اسويها ريموفل اخليها على التري مالت الجهاز بالروم تمبرشر بال 25 درجه سيليزيه راح تصلب. لكن بال 37 بدرجه حراره الماوث اكثر بعد راح شو يصير او 38 تصير سوفت حتى تاخذ لي الفاين ديتيل تعطيني تفاصيل دقيقه اللي ما قدرت الطبعه الاولى تطلع لي اياها. افيلابيلتي شلون يجي هذا الكوركتيف واكس؟ يعني هذا الكوركتيف واكس اللي ما يسوى يمكن 4000 دينار او اقل راح ينقذك وراح ينقذ وقتك بالعياده وحتى يعني راح ما يخليك تخسر مواد ويستنزف حتى بالكوست. يعني افيلابيلتي شيت اور كيك يجي على شكل شيت used to restore the selected region in edentulous patient to reproduce the detail of the mucous membrane. Its main disadvantage is that it is distorted. يعني انا خلي ببالي كطبيب اسنان ان شاء الله مستقبلا تستخدموه هاي الواكس من خذت امبرشن وطلع بها ديفكت اخلي فوق هاي المنطقه كوركتيف واكس واخذ امبرشن ثانيه ومن اسوي ريموفل يعني نفس هاي اخلي هنا هاي المنطقه الحمراء قاعد تشوفوها تارسها طبيب الاسنان تارسها كوركتيف واكس وماخذ بها امبرشن ثانيه فهذا الديفكت صاير هنا النقص معوضه بالكوركتيف واكس. لكن شنو اهم سلبيه بها؟ انه هاي من اشلعها اخلي ببالي من اسوي ريموفل اخلي ببالي انه هاي يصير بها ديستورشن يعني على كيفي حتى اخاف يتغير شكلها لان هي بالماوث تمبرتشر هاي الماده تذوب شوي بها سيوله يصير بها سوفت شويه فمن اشلعها يكون على كيفي من اشلعها من الماوث اسويها ريموفل وخليها على تري مات الجهاز فد ربع ساعه نص ساعه راح تيبس بعدها راح اصفها. انت بهاي ربع ساعه نص ساعه راح تشتغل مراجع ثاني مشيت لك مراجع ثاني مكان ما انت هاي تري تاخذ لك امبرشن ثانيه واستنزاف بالكوست واستنزاف بالوقت ومراجع خطيره يتضرر. انت عوضت هذا الديفكت بالكوركتيف واكس. كوركتيف امبرشن واكس يوزد از واكس فينير. شو بعدنا بس واحدة يمكن. Corrective impression wax وين نستخدمها؟ It is used as wax veneer over an original impression to contact and register the detail of the soft tissue. بعض الأحيان الأطباء شو يسوون؟ يقول حتى أحصل fine detail عالي. بعض الأحيان إذا ما حصلتها بالimpression material اللي أخذناها بالمحاضرة الرابعة
يجيب الكوركتيف واكس يخليه شنو؟ يخلي طبقه خارجيه فوق الامبرشن السابقه، يعني على اعتبار انه هاي الماده تعطيني الفاين ديتيل بعض المناطق اللي ما قدرت احصلها بالالجينيت. تو ميك ذا فانكشنال امبرشن اوف فري اند سدل. تذكرون انه بصناعه الاسنان خذوا انه بعض الناس اللي عندهم اسنان البوستيريا المقلوعه ايش صار حولها؟ الاسنان البوستيريا صحوا لها فري اند سدل. شو هسه هذا؟ عنده بس اسنان اماميه، هاي المنطقه البعيده سميناها بصناعه الاسنان سموها فري اند سدل. بعض الاحيان اذا استخدم الجينيت في هاي المنطقه ما تعطيني الفاين ديتيل، ما راح تعطيني الفاين ديتيل. استخدم كوركتيف امبرشن واكس. بعض البحوث تقول لك انه احسن من الامبرشن ماتيريال. بعد تو ريكورد اند تو ريكورد بوستيريور بليتال سيل اندنتشرز. قلت لكم الدنتشر اول محاضره قلت لكم الدنتشر على من معتمد، مو على الضغط السالب. قلت لكم انه يعتمد على الاندر كات، شرح لكم اياه كثير عندنا اسئله هوايه. معتمد على الاندر كات اللي قاعد يصير هنا بالبون على هاي الاندر كات، ومعتمد على من؟ معتمد على من؟ على الضغط السالب. شلون الميداليه اللي انا لازقها بجانب مال السياره، الميداليه اللي معتمده على ضغط سالب، شلون هاي الادوات القديمه مال الثرم اللي تلزق على الصينيه من يسوون هيك من يطلعون يفرغون الهواء مالته وتلزق على الصينيه على ضغط سالب. بعض الاحيان انه من تاخذ امبرشن ما تقدر توصل للبوستيريور بليتال سيل. قلت لكم النهايه مالته يسحون البوستيريور بليتال سيل، هاي النهايه مالت الدنشر خذوها بصناعه الاسنان. هاي المنطقه بعض الاحيان من اخذ امبرشن ما تطلع واضحه، راح ياثر لي على الريتينشن مالت الدنشر مستقبلا، راح ياثر لي على الريتينشن. شو يصير بالريتينشن؟ يصير بور ريتينشن، لانه انت هاي المنطقه ما ماخذ لها امبرشن صحيحه. فحل للاشكال اخلي فوق هاي المنطقه كوركتيف واكس واخذ امبرشن مره ثانيه حتى يطلع لي تفاصيل دقيقه بهذا المكان. هذا المكان سميناه بوستيريور بليتال سيل. بعض الاحيان اطفال يجون عندهم هارد بليت كليفتنج او سيفت بليت كليفت، يعني يسحولها شفه الارنب او بعض الاحيان حتى يوصل للبليت، يصير فد شق بالبليت، يعني هاي فد تشوهات خلقيه. شو هسه هذا الطفل تشوهات خلقيه انه بالبليت تجي شنو مفتوحه، يسحوا له شفه الارنب. بعض الاحيان هاي الشفه تصير مفتوحه. شلون شفه الارنب؟ يعني هذا الفتح اللي قاعد يصير يوصل للبليت، يوصل للهارد بليت وللسوفت بليت، بحيث شو يصير كوميونيكيشن اتصال بين الاورال كافيتي وبين النيزل كافيتي. هذا اشياء تشوهات خلقيه. هذا الطفل ما يقدر ياكل، هيك طفل ما يقدر ياكل الا يسوي له عمليه. يسوي شنو؟ يسوي ريتاشمنت للتو هالف اوف ذا هارد بليت، يعني يرجع على سيرجيكال بروسيجر، يسوي لنا شنو؟ يرجع الهارد بليت. هذا الطفل شو يسوي له حتى يمشون وقت معين الى ان يكون مهيئ للعمليه؟ يسحوا له شنو؟ اوبشريتر. يسحوا له يسوي له مثل الدنشر، يسد لنا هاي البليت مالته، يسد لنا هاي البليت، يسوي له مثل الدنشر ابلاينسز فشي، يسد لنا هذا الشق اللي صاير حتى من ياكل ما يعبر اكل للنيزل كافيتي، ما يروح للنيزل كافيتي مالته للخشم مالته. يسدون هذا السبيس. شلون اصنع هاي الابلاينسز؟ شلون اصنعها؟ مثل شغلات الدنشر. هاي الابشريتر اللي فائدتها تسوي لنا شنو؟ تمنع لنا انه الاكل هذا الفود ما يوصل للنيزل كافيتي. شلون اصنعها؟ لازم يكون المراجع شاخذ له اول شيء اخذ له امبرشن هذا الطفل، اخذ له امبرشن واصنع فوقها شنو؟ مثل شغلات الابلاينسز، سحوا له اوبشريتر اللي انا مطوخها هسه بالاحمر اوبشريتر. ما اقدر بهاي الحاله، ما اقدر انه اخذ له امبرشن بالالجينيت. لازم شاخذ له من امبرشن، اخذ له امبرشن بماده ثانيه بحيث ما بيها فلوبلتي عاليه، ما بيها سيوله عاليه بحيث هذا الطفل راح يبلعها. فاحسن ماده ترهم بهيك حاله استخدم الكوركتيف امبرشن واكس، ما بيها سيوله كلش عاليه مثل الالجينيت يبلعها ويسوي لنا مشاكل اكثر من فائدتها. الواكس اللي بعده سميناه بايت ريجستريشن واكس. عيني وياي بلا زحمه عليكم طلاب وياي الله يحفظ.
اللي بعده سميناه وايت سوري بايت ريجستريشن واكس. هذا الواكس شنو فائدته؟ شنو فائدته هذا الواكس؟ انا من اللي اسوي هسه دينجر او من اللي اسوي اي شيء مو احتاج انه اصنع كاست صح ولا مو اصنع مو احتاج انه اصنع معده كاستات. اول شيء اخذ الامبرشن وبعدين اصبها واخذ الامبرشن للور واصبها ويطلع لي كاست. هذا الكاست مثل ما اعلمكم دكتور عدنان عسل انقله علما للارتكوليتر للارتكوليتر. زين انا شلون اضمن انه هاي الاسنان قاعده مثل القاعده مال الارتش الحقيقي؟ شلون اضمن اذا كان الاسنان كل الموجودات والمسنك هو واحد اثنين ثلاثه؟ اقدر اثبت الاسنان واحد فوق الثاني، اقدر اثبت الارتش الكاست اللي الابر ويا اللور شلون اثبتهن مثل ما اخذتوها بصناعه الاسنان؟ يسموها الانتركاسبيشن، بحيث الكاسبات تدخل داخل الامبرشن داخل الكونكافيتي اللي صاير داخل الدبرشن اللي صاير باللور. واضحه؟ يمكن اخذتوها بصناعه الاسنان يسموها الانتركاسبيشن. اذا ما فهمت الفكره، انت هسه من تريد تاكل، انت هسه قاعد تسمعني، اطبق اسنانك مو طابقات شيء على شيء، يسموها انتركاسبيشن. يعني كسر بجمع انه الكاسبات الفوق ماخذه مكانها باللور والكاسبات اللور ماخذه مكانها بالاسنان الابر، مو صحيح؟ هاي يسموها شنو؟ انتركاسبيشن. بعض الاحيان اذا صنعت هذا الكاست مات الابر وصنعت كاست اللور اريد اثبتهم ما اقدر، اريد اثبتهم مثل ما هو مثل ارش حقيقي ما اقدر. ليش؟ لانه اغلبيه الاسنان مشلوعات اكستراكتد، فما اقدر اثبتهم بالانتركاسبيشن اللي قاعد تلاحظوها هسه انتم من تطبقون اسنانكم. فش يحتاج؟ سووا واكس صح، سموه اسمه بايت ريجستريشن واكس. يجي على شكل شنو؟ مثل هذا، مثل نص دائره او شكل هلال قاعد تشوفوها هسه. هذا يجي على شكل الارتش. شكله للمراجع بعد ما سووا الامبرشن للابر وللور، سووا الامبرشن كامله للابر وللور وبعد ما قدروا يثبتوهن بالانتركاسبيشن الحقيقي، فش قالوا للمراجع؟ قالوا له هاي الواكس اضغط لنا عليه حيل، اضغط لنا عليه حيل، خلي هاي الاسنان مالتك تطبع على هاي الواكس. طلع هاي الواكس، طلعت اللي سميناه بايت ريجستريشن واكس، طلع هاي الواكس ايش راح يسوون؟ نقله علما، نقله للكاست، خلي بين الابر كاست وبين اللور كاست، بحيث خلي هاي الاسنان خلي الاسنان مالت الكاست تطبع على الطبوع اللي سواها الاسنان الحقيقيه. بهاي الحاله راح يصير ريليشن مالت الابر كاست ويا اللور كاست نفس الريليشن مالت الابر ارتش للور ارتش. واضح ان شاء الله؟ نعم. بالنسبه للسمك عيني، هاي ملاحظه كلش مهمه. يقول لك انه هذا السمك اذا كان كلش سميكه راح شنو؟ راح تاخذ سبيس، ما تخلي لي انه هذا يدخل هنا، مو صحيح؟ ما تخلي لي انه يصير انتركاسبيشن، صح ولا مو صح؟ هذا سؤالك. هو هذا شو يوصل المراجع هسه؟ هاي المراجع قاعد يشوفوها هسه ما طابق اسنان حقيقيه. شو توصل المراجع؟ توصل انه يضغطها اخر ما يمكن بحيث يطبق اسنانه كلهم للاخير، حتى لو الكسب يسوي لنا بيرسينج، يعني يمزق لنا هذا الواكس عادي، خليه يمزق، خليه يصير هنا بيرفوريشن، خليه يصير هنا ثقوب، خليه يضغط المراجع، خليه اقصى ما يمكن يسوي ماستكتري فورس، يضغطها حيل حتى مستقبلا شنو؟ حتى من ادخليها بين الابر ارتش بين الابر كاست واللور كاست هذا الواكس ما ياخذ السبيس. واضح ان شاء الله؟ هذا الكسب يدخل وين؟ هذا الكسب قاعد تشوفوه يدخل بهاي الحفور اللي سويتها الاسنان. يعني هسه هاي الطبقه مالت المراجع مو صحيحه لهيجي حاله، اقول له بعد اضغط حيل اكثر حيل الى ان شنو؟ يمكن ملاحظيها انتم اذا واحد ياكل له علج معين، هسه هذا علج خاصه هاي علج المر، يمكن مو علج شيء علج ابو سهم او فد شيء، علج هذا المر من تاكل علج هذا المر علج تحول علج بستج او شيء من تاكله حيل وطلع من سنك تلقى انه الكسبات
مسويات حفور بهذا العلج، يسوون انتنديشن يعني في الاشكال، يرسم لك شكل السن. في نفس الفكره هاي حتى ارجع الريليشن شيب بين الابر ارج وبين الابر كاست واللور كاست، مثل ما كانت موجوده بالابر ارج ويا اللور ارج. عندي المراجع استخدم واكس سمينا بايت ريجستريشن واكس يوزد It is used to record a relationship between upper and lower teeth. This is necessary in order to mount the cast correctly in the articulator. فأنت إنه راح تثبت الكاستات بشيء صحيح على الارتيكوليتر. Supplied as U-shaped rod. One side of the wax is usually covered with foil. يقول لك بعض الأحيان حتى هذا الواكس ما يلزق على الأسنان. حتى بلش لحى بسهولة أغلفه فويل. فويل يعني شنو؟ طبقة رقيقة مثل شغلات هذا السليفون اللي يغطينا الطباخات، فالطبقة رقيقة بحيث إنه حتى يشلع بسرعة. Composed of bees wax or paraffin or resin, sometimes aluminium or copper particle. بروسيجر شلون يصير بروسيجر؟ عندنا بعد 3 دقائق حتى ينتهي التسجيل. مثل ما قلت لكم شلون يسوي بروسيجر؟ الwax softened in warm water. أول شيء أحميه ماي حار. The soft wax is then placed between the teeth. ندهن للأسنان الأرش الأرش المراجع patient arch. And the patient أسأله أقول له ask to bite أطبق حيل. It is then taken out and placed in cold water. من بعد ما أطبق المراجع حيل أنقلها إلى ماي فاتر أو بارد. The cast of the patient is placed. هذا الكاست مالت المراجع اللي صنعته is placed in intendations على الحفور، خليه على الحفور اللي صارت intendations formed by the teeth. It is then mounted with the plaster on the articulators. بعد ما جبت هاي البايت registration wax خليته بين الكاستات اثنين، خليت هاي الكاسبات مالت الأبر واللور تدخل داخل الانتنديشن الحفور اللي سويتها الأسنان الطبيعية. أجيب الارتيكوليتر أثبت هاي الكاستات بالارتيكوليتر بمن؟ بالبلاستر. هسه خلصنا لهنا، خلصنا الدنتال واكسز. أنتوا هسه تعبانين شوية، إن احتمال بالليل أنا أتصل بزميلكم أمير ونسوي له محاضرة ثانية، يعني الجزء الثاني مالت هاي المحاضرة. أوكي إن شاء الله. عندكم سؤال؟ نعم يا ريت والله. نعم هي هاي ماده ما بيها استكنس قوي، الاستكنس اللي اخذناها بالستيك واكس هاي الماده ما بيها استكنس، وحتى لو كانت بيها استكنس فشيء بسيط هو شمع، يعني لازم يصير بيها استكنس فشيء بسيط. شيء يعوضوا بما يجيبون فويل، شلون الطبقة رقيقة من هاي قلت لكم علامات الألمنيوم، شلون النايلون، شلون النايلون، شلون النايلون بسيط، هذا الجلوزات النايلون أخليها فوقها حتى بحيث ما يلزق على السن. واضح إن شاء الله؟ معنا الفيديو راح ينتهي إن شاء الله، نلتقيكم على بالليل إن شاء الله، اتصل بكم ونسوينا محاضرة الجزء الثاني. أوكي إن شاء الله؟ يلا مع السلامة عيني. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله سجل الموضوع الثاني مواضيع Dental Materials للمرحلة الثانية في كلية الزهراء والجامعة قسم طب الأسنان. الموضوع اللي يتناول Relining Materials. من أقول Relining Materials معناتها المواد اللي أستخدمها حتى أخلي بطانة داخلية للدينشر. ليش أسوي بطانة داخلية للدينشر؟ لأسباب معينة. بعض الأحيان يكون الدينشر Poor Retention، ما بي Retention يثبت على الرج على البون، وبعض الاحيان انه هاي الميكوزا بها اريتيشن او تروما تكون هاي عارض معين بحيث يمنع استخدام هذا الدينشر من قبل المراجع. فحل للاشكال صنعوا مواد سميها ريلايننج ماتيريالز. ناخذ لنا فيديو توضيحي للموضوع. Hi, my name is Dr. Sebastian. المراجع اللي قاعد يشوفوه امامكم، المراجع اللي قاعد يشوفوه يعاني من poor retention للدينشر، او يعاني من allergy، او يعاني من
تروما او اريتيدي ميوكوزا، اريتيدي ميوكوزا. فحل الاشكال هذا المراجع قلت لكم بالفصل الاول، اي شغل اي ابلاينسز اي امبريشن اشتغله للابر ارتش لازم اخلي المراجع وين بالابرايت انجل بوزيشن. اول ما ابدي اسوي له دايجنوستس، الدايجنوستس الحقيقي وين شفت يصير؟ يصير بالسيمي سوباين بوزيشن دايجنوستس. عندي ادوات احضرهن مرر بروب وتوزر، احضر اخلي المراجع وين بالسيمي سوباين بوزيشن، الاحظ الدنشر مالته قاعد تلاحظون ابا اكو فانجل انفكشن، اكو فد كراك، اكو فد فود امباكشن، الاحظ انه السبب الرئيسي في الحاله هاي قاعد الاحظ انه اكو بون ريزوربشن، البون قاعد ينزل فيخلي لنا سبيس بين الدنشر وبين وبين ستوف تشو. فعلاج هاي الحاله ريلايننج ماتيريالز، ريلايننج ماتيريالز ناخذ تصنيفات ان شاء الله بالتفصيل، ثلاث انواع ان شاء الله ناخذها بالتفصيل. هاي المواد تنخفض تسوي ميكسينج، يصير فيها ميكسينج وتوضع ابلاينج على التشو انر سيرفيس اوف الدنشر. ماكو ماده ضمن ذني المواد هي بيرمننت، تتغير يا اما خلال 3 ايام واقصى الاحتمالات خلال 6 اشهر. ريلايننج ماتيريالز نفس الحاله، هاي المواد بها وركينج تايم، بها ميكسينج تايم، بها سيتينج تايم، لكن الريزلنسي السوفتنس مالتها يعتمد على اشياء معينه، يعتمد على الوقت، يعتمد على الكومبوزيشن. ان شاء الله نشوفها بالتفصيل خلال المحاضره. انا ما راح اخلي الفيديو يستمر اكثر لانه هذا يصير صعب بالتحميل. فالريلايننج ماتيريالز، ريلايننج بقول ريلايننج، تعريف الريلايننج is the procedure used to resurface the tissue side of the denture with new base materials to make it fit more accurately. Relining materials are classified into two types. ناخذ ان شاء الله بالتفصيل المواد هي تحت تصنيفين، tissue conditioner and soft liners. ركزوا لي على التصنيفات الاثنين حتى وراها من نتوسع بالماده تعرفون شنو المواضيع الاساسيه. تشو كونديشنر، من اقول تشو كونديشنر يعني مواد تهيئ لنا هذا التشو للنيو دينشر او بها اريتيشن، هي السوفت تشو او الجنجيفا لظروف معينه. They are soft plastic materials used primarily to treat irritated mucosa supporting the denture. They are used for short term application and should be replaced every 3 days. هذه المواد التشو كونديشنر، هاي الماده الاولى لازم المراجع كل 3 ايام تسوي له فيزيت بحيث تبدل هاي الماده. ليش؟ لانه مكوناتها بعض مكوناتها هو الكحول، الكحول معرض للتبخر، من يتبخر الكحول يترك لنا فراغات، هاي الفراغات يصير بها ووتر ابسوربشن، يمتص الماء هاي الفراغات فتخلي هاي الماده رجد. من تصير رجد راح المنفعة او الادفانتج مال التشو كونديشنر راح تنزال. فلذلك انه المراجع توصي خلال 3 ايام لازم تتبدل. ماكو مادة بالريلايننج ماتيريالز هي بيرمننت سوفتنس، يا اما 3 ايام بالتشو كونديشنر واقصى الاحتمالات خلال 6 اشهر بقية المواد. The purpose of using tissue conditioner is to absorb some of energy produced by impact of masticatory force. نفس الفكره اللي بعض المولدات بعض المحركات اي شيء محرك او بصوت معين يضعون جوا فشيء اسمه ربلات او تاير مال اطارات سيارات قديمه او اي شيء ثاني. هذه الاطارات او هاي الربلات تمتص الصدمه. نفس الفكره هنا انه هذا الدنشر ماده رجد، ماده رجد ما بها سوفتنس، هاي تكون معرضه لمن؟ معرضه تسوي اريتيشن للميوكوزا. فحتى امتص هاي الماستكتري فورس اخلي جواها تشو كونديشنر خاصة بالناس اللي حديثا مستخدمين هذا الدينشر. تسيرف از شوك ابزوربر بين ذا اكلوجر سيرفيس اوف الدينشر اند اندرلاينج اورال تشو ذيرفور بروموت هيلينج. هاي الحالة راح يحفز لنا ويساعد لنا على العلاج هيلينج اوف ذا انفليمد تشو، شفاء هذه الارتيتد ميكوزا او انفليمد تشو المنطقة الملتهبة. The powder and liquid of tissue conditioner component consists. The powder consists of bead of polyethyl methacrylate. Liquid اللي هو قلنا أهم مادة فيه هو الكحول. Component consists of mixture
of plasticizers solvent normally ethyl الكحول. هذا الإيثيل الكحول، هذا إيثيل الكحول معرض للتبخر، يترك فراغات، يمتص الماء هذه الفراغات، راح شو تصير؟ الماء تصير رجد، وتصير advantage of using tissue conditioner are removed. The various other times, sorry, the various other items shown in this photo, in this pictures, are the containers used for measuring out, mixing and applying the material. المكونات البقية هي for proportion, mixing and applying the tissue conditioner to the inner side surface of the denture. Indication for use of tissue conditioner. شو كنت استخدم هذا tissue conditioner؟ شو كنت استخدمه؟ او indication مالته يعني الاستخدامات مالته uses to allow the new patient to adapt to the new denture with the minimum discomfort. Number two, tissue conditioning before denture fabrication. هي التissue before denture fabrication. الناس اللي ما مستخدمين denture سابقا يعانون من مشاكل انه هذا denture hard, very hard, ويسبب لهم irritation and inflamed soft tissue. Number three, record-based stabilization. Record-based stabilization. الخطوة الأولى من خطوات الدينشر إنه أنا أخذ primary impression بالimpression compound، أسوي لها pouring بالبلاستر، يطلع لي ماستر، يطلع لي diagnostic cast. Diagnostic cast أولاً. Number two، أسوي لها شو أسوي لها فوقها؟ أسوي لها special tray، أخذ بها impression بالزنك أوكسيد جنوب، أسوي لها pouring، أصبها بالستون، يطلع لي ماستر كاست. فوق هذا الماستر كاست الخطوة الثالثة أسوي شنو؟ ريكورد بيز، مثل ما شرح لكم إياها دكتور عدنان العسل. أسوي ريكورد بيز والبايت هن على مود أسوي arrangement للتيث setting، وعلى مود أسوي recording of the upper and lower relationship between upper and lower arch. Number four, indication for uses of the tissue conditioner to improve soft tissue healing under the denture. بعض الأحيان تلاحظ المراجع سنة أو سنتين أو ثلاثة لابس هذا الدينشر، بعض الأحيان يصير في food impaction بالinner side of the denture، يسوي لنا irritation، يسوي لنا inflamed soft tissue، يعني يسوي لنا في injury، يسوي لنا trauma للميكوزا. فأنا ما أقدر المراجع أمنع من هذا الدينشر خلال في 3 أيام أو 4 أيام على ما يطيب. فحلل الإشكال أستخدم tissue conditioner. فائدة الرابعة to improve soft tissue healing under the denture. الكومبوزيشن مثل ما قلناها نفس السلايد السابق هو شنو؟ بوليإيثيل ميثاكريلات وإستر بلاستيزرز أزوبيوتيل إفتاليت بيوتيل جلوكونات and إيثيل الكحول 30%. They are mixed and placed to the inner side of the denture and seated in the patient's mouth. Composition. The mix passes into the several phases, from mixing to the gelatin, gelation phase, and elastic phase, which are last for several days. على الأغلب خلال 3 أيام. Then become hard. يصير hard صلب. يأذينا المراجع ليش؟ لأنه الكحول تبخر. And rough. As the plasticizers and alcohol are leaked rapidly, and the water is absorbed, there is weight loss 4 إلى 9%. After 24 hours. حتى لو بعض المراجعين يشكي لك انه هاي المادة ثقيلة علي، تعلمه انه توصيه انه هاي المادة تقريبا 10% تفقد وزنها خلال 24 hours. المادة الثانية بالريلايننج ماتيريالز تحت تصنيف سموها سوفت لاينرز. سوفت لاينرز، انا من اقول سوفت لاينرز يعني مواد هي سوفت توضع على الانر سايد سيرفيس اوف دينجر. كأطباء أسنان، الملاحظات المهمة اللي أحتاجها الـ typical requirements of good soft liners، شنو اللي ببالكم؟ شنو المواد، شنو الصفات اللي أحتاجها هاي المواد حتى تقول إنه هاي مادة زينة؟ أول شيء تبادر لذهننا هي high bond strength to the denture base. أول صفة أحتاج high bond strength to the denture base، يكون هاي المادة تلتصق بالدينشر وما تطيح بسهولة. Number two, dimensional stability of the liner during and after processing. هاي المواد تكون فيها dimensional stability.
لا يصير بها اكسبانشن ولا يصير بها كونتراكشن. من يصير بها اكسبانشن راح تاذينا الميكوزا من جديد الجنجبه، من يصير بها كونتراكشن ويصغر حجمها ايش راح يصير؟ راح يصير بها فود انفكشن، راح يسوي لنا سبيس، وهذا السبيس يصير بيه فود انفكشن ويصير لنا انفكشن من جديد. نمبر 3 لو سوليوبيليتي اند ووتر ابسوربشن، كل ما هاي المواد ما تمتص الووتر اقول هاي المواد زينه حتى ما يصير بها شنو اكسبانشن. بيرمننت سوفتنس اند ازلنسي، طبعا ماكو ماده بطب الاسنان كاطباء اسنان تو هاي لاحظوها المهمه، ملاحظه مهمه، ماكو ماده بالريلاينج ماتيريال هي شنو بيرمننت سوفتنس، لكن بالمعقول انه كل ما فتره بالاشهر كل ما احسن. بيرمننت سوفتنس اند ازلنسي يعني ده 6 اشهر كل زين. بعد كلر ستابيليتي انه لازم ما يتغير لونه كل فتره معينه، والمراجع يعاني من هاي الشيء في الحاله النفسيه، عامل نفسي على المراجع هذا كل ما يتغير لونه. بعد ايزي مانيبيليشن اند بروسيس، كل ما احتاج مواد وادوات وكوبمنت قليله حتى اخبط هاي الماده واستخدمها للمراجع كل ما اقول هاي الماده زينه. نمبر 7 بايو كومباتبل تو ذا تيشو، كل هاي المواد ما تسوي لنا اليرجي او مواد كارسينوجينيك مسرطنه. نمبر 8 ابسنس اوف ادر اند تيست، خاصه من يصيرها طعم غير محبب. كلاسيفيكيشن التصنيف الثاني اللي قلنا سوفت لاينرز يقسمون الى اثنين، سيليكون الاستومير اند سوفت اكريليك. من اقول سيليكون الاستومير يتبادر ذهني الماده اللي اخذناها بالفصل الاول المحاضره او الموضوع الرابع هو الاستوميريك امبرشن ماتيريال اللي اخذنا السيليكون البولي ايثر والبولي سلفايد، لا تتذكروها بالفصل الاول اللي اخذناها بشهر الثاني بعد المظاهرات، سيليكون والبولي ايثر والبولي سلفايد. في التصنيف الريلاينج ماتيريالز اللي هي تيشو كونديشنر وسوفت لاينرز، السوفت لاينرز يقسموها الى اثنين، سيليكون الاستومير وسوفت اكريليك. الاكريليك اللي اخذناه بالموضوع الخامس، الموضوع الاكريليك بولي ميثايل ميثاكريليت، هذا الاكريليك يا اما يجي هارد ورف مثل هاي الدنجر اللي قاعد تشوفوه، او يجي على شكل سوفت اكريليك لاينرز. الاختلاف وين يصير؟ بهذا الاكريليك اذا كان سوفت او كان هارد، ذرات الكربون عددها وعدد الاواصر تخلينا هاي الماده يا اما سوفت يا اما هارد. فالسوفت الاستومير لاينرز كاطباء اسنان افضل ماده تلاحظوها انه بها الاستيسيتي هو الاستوميريك، هو السيليكون. It is the most successful material for soft liners. They are not dependent on lickable plasticizers. Therefore, retain resiliency for a prolonged period of time. They are well tolerated by the oral mucosa. Odorless, without taste, excellent elastic properties. السيليكون أفضل مادة يصير بها إلاستيسيتي لأنه ما معتمدة على اليمن على الكحول. وجود الكحول بالتيشو كونديشنر بالمادة الأولى اللي أخذناها هو العامل الأساسي اللي يخلي هاي المادة سوفت أو بها ريزلانسي بها إلاستيسيتي. هنا ماكو اعتماد على الكحول، هي المادة أصلاً من وحدها بها سوفتنس. They retain resiliency for a prolonged period of time. They are well tolerated by the oral mucosa. أدرلس وما بها فدرائحة غير محببة للمراجع، ما بها طعم غير محبب. Excellent elastic properties. They retain. They have poor adhesion. لكن السلبية الوحيدة بالإلاستومر كمبرشن ماتيريال هي شنو؟ poor adhesion to the polymethyl methacrylate denture. قلت لكم الدنجر خاصة من صنعة من الأكريليك، المادة شنو هي المادة مالت الأكريليك؟ هي شنو؟ polymethyl methacrylate dentures. فالسلبية الأساسية للسوفت إلاستوميرز هي شنو؟ poor adhesion to the dentures. بس هاي السلبية أتجاوزها، كل الإيجابيات أكثر من التشو كونديشنر أكثر من السوفت أكريليك لاينرز. الكومبوزيشن أوف ذا سيليكون لاينرز الباودر أند ليكويد نفس مكونات تقريبا خذناها بالفصل الأول، هيدروكسيل تيرمينيتد بولي دايميثيل سيلوكسان، الليكويد تترا إيثيل سيليكيت and dibutyl thindylorate. Silicone denture soft liners materials is provided in the form of cartridge. اللي قاعد تلاحظوا هذا، هاي الكارتريج بها نوزل، cartridge containing two paste which are mixed when the paste are excreted through the nozzle. هذا powder، هذا base، البيس وهذا الكاتاليست او جي powder and liquid
يصير ميكسينج وين من اسوي اكسكرودد ثرو ذا نوزل، هاي النوزل النهائيه مالته، النوزل اللي اخذناها بالادوات العمليه بالفصل الاول ار اكسكرودد ثرو ذا نوزل. بقيه الادوات اللي قاعد تشوفوها هاي بالصوره ذا اذر ايتمز شاون ار ذيس ويتش ار ريكوايرد فور اتشيفينج بوندينج اوف ذا سيليكون. قلنا السلبيه الاساسيه بالسيليكون هي بور اتهيجن تو ذا دنتشر، فاحتاج ثاني بوندينج اخلي له. بعض الادوات اللي انا قاعد استخدمها هي شنو فور ميكسينج فور ابلاينج فور تريمينج، يعني خاصه من يصير السيليكون اكثر من لازم اسوي له تريمر، ويتش ار ريكوايرد فور اتشيفينج بوندينج اوف ذا سيليكون تو ذا اكريليك دنتشر بيز اند فور تريمينج. هاي الادوات قاعد تشوفوها فور تريمينج بيرات فور تريمينج اوف ذا سوفت لايننج ماتيريالز سبيشالي وين ذير از اكسس اوف ذيس ماتيريالز. الماده الثانيه بالسوفت لاينرز اللي هي سوفت اكريليك لاينرز، هاي المواد حذناها بالفصل الاول بالاكريليك. نفس الاكريليك هاي الماده اللي اصنع بها الريكورد بيز او اصنع منها هاي الدنتشر سواء كانت هيت كيور او لايت كيور يسوونها هارد اكريليك. مواد ثانيه صنعوها تختلف بعدد الاواصر بعدد ذرات الكربون سموها سوفت اكريليك لاينرز. ماكو ماده بالطبيعه تستمر السوفتنس مالتها الى الابد، يعني على اقل تقدير او سوري على اكثر الاحتمالات انه يصير بها في 6 اشهر سوفتنس. فالماده الثانيه اللي راح ناخذها ان شاء الله هسه بالتفصيل اللي هي شنو سوفت اكريليك لاينرز، they are composed of plasticized acrylic polymer or copolymer which are could be chemically activated or heat activated. Self cure type is applied as powder and liquid. الباودر اند ليكويد نفس اللي اخذناها بالموضوع الخامس بالفصل الاول، البولي الباودر بولي ميثيل او بولي ايثيل ميثاكريليت اند بيروكسايد انيشيتر، الليكويد استرز such as بيوتيل فتاليت ميثيل ميثاكريليت تيرشري امين اكتيفيتر. They are similar to the tissue conditioner but they are not as soft as them and retain their softness for longer period of time. الاختلاف الوحيد بين التشو كونديشنر بين السوفت اكريليك لاينرز انه ما معتمد على الكحول مثل التشو كونديشنر، لذلك يصير ريتين ذير سوفتنس فور لونجر بيريود اوف تايم. اكريليك تايب دنتشر سوفت لايننج ماتيريالز يوز فور ابلاينج ا بيرمننت سوفت لايننج، بيرمننت يعني 6 اشهر على اقصى الاحتمالات. تو ذا فيتنج سيرفيس اوف اكريليك دنتشر ذي كونسيست اوف باودر اند ليكويد which are mixed and applied to the fitting surface of the denture. بقية الأدوات اللي قاعد تشوفوها بالصورة of equipment shown are these used for proportion of the powder and liquid. كأطباء أسنان أهم شيء أهم ملاحظة عندكم إنه شو كنت أستخدم هاي المادة، شو كنت أستخدمها soft acrylic liners. كل مراجع يجيني أنا أستخدم له soft acrylic liners، لا خلينا نشوف شنو استخداماته. Provide comfort for the patient who cannot tolerate occlusal pressure. بعض الأحيان تجيك المراجعين لأي سبب من الأسباب إنه يقول لك إنه أنا ما أقدر أستحمل هذا الماستكتري فورس، إنه هاي الدنشر بدأ قاعد يأذيني، فلذلك إنه أنا قبل أخذ ذا إمبرشن أو أخذ هاي الدنشر أسوي له ريلايننج للدنشر. بمن أسوي له ريلايننج بالسوفت أكريليك ماتيريالز. هاي السوفت أكريليك تعمل على شوك ابزوربر ماس للصدمه حتى تقلل لنا الماستكتري فورس. بيا حالات بالالفيور ريج ريزوربشن لاي سبب كان سواء كان سكر او اي مرض معين سيستميك ديزيز يسوي لنا ريزوربشن بالبون بحيث يخلي لنا هاي البون مثل نايف ايج مثل حافه الحاده للسكينه، يحتاج سوفت اكريليك لاينرز. استخدام الثاني شهر لينجوال مايلوهايد ريج خذتوها باللاند مارك طاقم هاي دكتور عدنان العسل اللي هي لينجوال مايلو هايويد ريج من الصير شارب والسيرجري از كونترا انديكيتد، ما اقدر اسوي سيرجري لاي سبب من الاسباب اللي راح نذكرها ان شاء الله هسه بالتفصيل. يخلينا استخدام سوفت اكريليك لاينرز هو محتم. ايش وقت بعض طبعا من يصير نايف ايج او من يصير شارب لينجوال مايلو هايويد ريج انا اقدر اعالجها بالسيرجري، لكن بعض الاحيان من يكون chronic soreness because of heavy bruxism, poor health,
فيتامين ديفيشنسي اورال كانسر، كل هاي الاحتمالات تخلينا سيرجري از كونترا انديكيتد. ما اقدر اعالج السبب، ما اقدر اعالج السبب اللي خلاني المراجع يعاني من هاي السورنس او من هذا الروتيشن او الانفلامد. فلذلك انه خليني استخدام السوفت اكريليك لاينرز شيء محدد. نمبر 2 الاستخدام الثاني of soft liners improve comfort or fit of the old denture until a new denture is made for period of several weeks. عندي مراجع اجى عند دينشر، وبعض الاحيان يجيكم انه اكثر من مره معالج هذا الدينشر، اكثر من مره صاير بي فراكشر. فقلت لكم بالمحاضره السابقه اعالج هذا الفراكشر بيمن، او حتى الدكتور عدنان عسل يمكن يعطيكم اياها او راح يعطيكم اياها فراكشر بيمن، اعالج يكون ماده اكريليك ثانيه، ماده اكريليك. في المراجع يعاني مين من اليرجي. ليش؟ لانه هاي المونومر كل ساعه بعد ما متبخر، يعني انه المونومر يتبخر خلال شهر زمان وينتهي كل تاثيره بالاليرجي، راح يرجع من جديد تاثير اليرجي، من جديد تاثير المونومر ويسوي لنا اليرجي ثاني. بعض الاحيان انه هذا الريبير اصلاح الدينشر ما يجي مضبوط، فيخلينا حتى منه انه اسوي له دينشر جديد ثاني. شلون اسوي له دينشر ثاني؟ اي سبب من الاسباب يخليني هاي الدينشر المراجع ما يتقبل هاي الدينشر اسوي له دينشر ثاني يحتاج لي سيفرال ويك. انا حتى استفاد من هاي الفتره فاسبوعين او ثلاث اسابيع او اربع اسابيع حتى اكمل هاي الدينشر، اخلي المراجع اقول له اصنع لك دينشر، اسوي لك دينشر، لكن هاي الدينشر السابقه اللي انت قاعد مستخدمها هسه اخليك تطبق عليه في اسبوع او اسبوعين او ثلاث اسابيع على ما يكمل الدينشر الثاني. استخدم له سوفت اكريليك لاينرز. الاستخدام الثالث للسوفت اكريليك لاينرز هو تريتمنت اوف كونجنيتال اور اكوايرد ديفكت اوف ذا باليت، مثل تورس بالاتينس. بعض الاحيان التورس بالاتينس وجودها يسوي لنا ريتيشن للجنجبه للميكوزا، لانه راح يصير ستريس بيرنج اريا. فحتى من تنشال هاي المواد، من تنشال بالسيرجري، من اسويها ريموفل، تبقى بعض الاحيان انه تسوي لنا اليرجي، تسوي لنا تروما للمراجع. فحتى هذا المراجع امنع التروما، امنع الاريتيشن اله، خلينا حتى من استخدام سوفت اكريليك لاينرز. نون ملاحظه مهمه، نون اوف سوفت لاينرز از بيرمننت، ات مي بي لاست فور 6 ويكس. لهنا ينتهي الموضوع الثاني اللي هو يتناول الريلايننج ماتيريالز. خذنا التشو كونديشنر وخذنا السوفت لاينرز. السوفت لاينرز صنفوها تصنيفين، هو سوفت الاستومريك لاينرز والسوفت اكريليك لاينرز. كل المواد ذني ماكو شيء اسمه بيرمننت سوفتنس. على اقصى الاحتمالات هي 6 اشهر، وعلى اقل تقدير هو 3 ايام بحاله التشو كونديشنر. نلتقيكم بالمحاضره اللي بعد. لا ان شاء الله، في امان الله.